مساء الخير عليكم مستمعين ومحبين برنامج أسرار القلوب. كالعادة حلقة جديدة. شكرا لكم، شكرا على الحب ديالكم ورسائلكم، كذلك شكرا لكاع الأمهات اللي تبقوا سهرانين معنا حتى النهاية ديال الحلقة. شكرا ثم شكرا ثم شكرا. كالعادة باش نبداو هاد الحلقة هادي، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. ثاني شيء باش ندوزو طاقة إيجابية راحة نفسية، ما علينا إلا نذكرو اسم الله، وأفلا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا كنا نكتبو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبل ما نقول لكم ديروا قليب وبارطاجي، هذه حاجة طبيعية. أنا عارف بأن عندي ناس من أرقى المستويات بطبيعة الحال، بغيت نقول لك سير الله يفتحها عليك، والله يعطيك كل ما نويتيه بخاطرك، والله يجمعني بك في الجنة أهم شيء، والله يفرحك في الدنيا. ويا رب اللي كان معنا فات اللايف عنده ذرة من الهم، يا رب ما يساليش هذا اللايف هذا حتى يخرج هو ضحك إن شاء الله. قبل ما ندوزو نستقبلوا الاتصال ديالكم عبر الرقم 060-2-07-80-20 عبر الواتساب. وبالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 00-212-6-02-07-80-20. بطبيعة الحال ما غاديش نطلع بزاف ديال الناس دابا، غنخليو نتنيا يعني نطلعو بزاف دابا. اللي بغى يطلع اللي غنطلعوه خاص تكون عنده قصه، يعني نقولوا قصه مؤثره يستحق انه يدوز هو الاول. اللي تيشوف براسو بانه عنده مشكل كبير، مشكل يستحق انه يدوز هو الاول، ما يصونيش عليا، انما يكتب لي ميساج بدر انا عندي مشكل كبير. فنتمنى اللي عنده مجرد يحس بان عنده شي مشكل صعيب بزاف دازت في حياته، شي معاناه، شي تكربيس، شي حاجه، ومحتاج باغي يخوي، باغي يعاود داكشي اللي دارو لداخل، تيحس براسو بانه محتاج انه يعاود. اليوم نعطيهم الفرصه، لان تيوصلني بزاف ديال الناس بادر تنبغيو نصوني، وعندنا مشاكل بكاف، عندنا مشاكل، ربي اللي عالم، ربي اللي عالم اللي في قلبهم. لهذا تنتمنى من كاع الناس اللي عندهم مشكل، تيشوف بان عندهم مشكل كبير، هما اللي غيدوزو، يكتب لي ميساج في واتساب 060-2-07-80-20. ما تصونيوش عليا، حيت اليوم انا اللي غنصوني مجرد على الناس اللي عندهم مشاكل. قبل ما انني نستقبل الاتصالات، من اجمل المقولات اللي سمعت هي اترك الشيء بشده فان عاد اليك فهو ملك لك إلى الأبد، وإن لم يعد فإنه لم يكن لك من البداية. وأما تاني مقولة من أجمل المقولات، لا تبكي على كأس انكسر، ولا تيأس على قلب من حجر، ولا تشفع لمن خان يوما أو غدر، ولا تقل كل من أحببتهم رحم، بل قل كل من كان ملاكا في عيني عاد إلى طبيعة البشر. مع الأسف شحال من مرة تنبغي نديرو الغربال، تنبغي نديرو الغربال بزاف ديال الناس اللي شيطين في حياتنا واللي تضرونا وينافقونا. ولكن أكبر خوف عندي، أكبر خوف اللي تنتخوفو منه من داك الغربال، هو أنه يطيحو الناس اللي كنا تيقن فيهم، الناس اللي كنا تنتوقع أنهم عمرهم يطيحو، خايفة أنهم أول وحدين هما اللي طيحوا من عينينا. جيت مغربل صحابي بقف يدي الغربال، جيت مغربل صحابي بقف يدي الغربال، وقولوا شهاد لدار اللي دابا نوصل لي، وقولوا شهاد لدار اللي دابا نوصل لي، عارف اني اسبابي ما القيل والقال، عارف اني اسبابي صحابي بقى في الدين غربان، جيت مغربل صحابي بقى في الدين غربان، وقولوا شهاد لدار اللي دابا نوصل لي، وقولوا شهاد لدار اللي دابا نوصل لي. هي
رجعنا معكم مرة أخرى. نحاولوا دابا نستقبلوا الاتصالات ديالكم عبر الرقم 0602070 20. دوزوا غير الناس اللي تحسوا بأنهم عندهم مشكل يستحق أنهم يدوزوهما للوالا. فنتمنى كاع الناس اللي غيصيفطوا لي دابا ميساج عبر الواتساب هما اللي عندهم قصص يستحقوا يدوزوا للوالا. نتمنى من 1300 واحد كل واحد فينا بارطاج غير في 10 ديال لي جروب. وكل شيء يبارك على قليب 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 قليب. الله يجازيكم بالخير. كل شيء كل شيء اي واحد دخل يبارك على قليب. اوكي نشوفوا ما شاء الله كم هائل من اتصالات. نحاولوا سمحوا لي الناس اللي تتصلوا رانا اللي غادي نتصل في هذه الحلقه هذه. مساء الخير. اسمح لي واحد دقيقه باش نبدل لك الصوت اختي. ما تهضريش اختي عافاك. السلام عليكم. واحد دقيقه ما تهضريش على ما نبدل لك الصوت. اوكي صافي. مرحبا بك نورتينا. مرحبا بك معنا. شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ نعم اختي. اسمي كنزة. كنزة كنزة واش بغا تعاودي شي مشكل اللي هو قاصح بزاف؟ عافاك حبسي اللايف اختي حبسي اللايف. واش تسمعينا؟ اختي تسمعينا؟ اختي منين ما قداش تحيدي الصوت وهذاك على الاقل احتاج نهضر ضروري. اوكي مرحبا. اسمحوا لي الناس اللي تيعيطوا راه اليوم انا اللي غادي نعيط ماشي هما. غير اللي عندهم مشكل كبير هما يكسيفطوا لي ميساج وان شاء الله نطلعهم. 0602070 20 عبر الواتساب. نتمنى كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كلشي يبارك على قليب قليب باش ما يتبلوكاش اللايف. 0602070 20. الرقم غتلقاو اسفل ديال اللايف. مساء الخير. الو السلام. وعليكم السلام. مرحبا بك. بارك الله فيك اخويا. مرحبا بك اختي. باغا تعاودي شي قصه ديالك ياك؟ اه اخويا. ولكن انت تشوفي بان المشكل يستحق انك تعاوديه وتسبقي هاد الناس كاملين اللي تعيطوا. واخ. مرحبا. شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ خديجة. اسمحي لي نزيد لك الصوت شوية. خديجة تفضلي حنا تنسمعوك. نعم خويا. تفضلي خديجة حنا تنسمعوك. تسمعني خويا؟ تنسمعك خديجة. تنسمعك. تفضلي. قلت لك أنا مزوجة والراجل ديالي عايش مع الطليقة ديالو. كيفاش؟ الراجل ديالي عايش مع الطليقة ديالو. واخ. تقدري تعاودي لنا من الأول باش نقدروا نفهموا القصة؟ واخا. دابا خويا انا غادي نحاول نختصر لك باش ما نضيعش لك الوقت. ماشي مشكل. تفضلي اختي. كيفاش؟ المهم خويا انا كنت باقا صغيرة. كنت باقا صغيرة بزاف وعندي شي 13 عام. المهم والديا ما فحالهمش واخوتي ما فحالهمش داكشي. وكنت كنت عند اختي في واحد المدينة. وكنت كنخدم يلاه عندي شي 14 ولا 15 عام. كنت كنخدم وكانت اختي كتكرفس عليا بزاف كتعذبني. مني كنخدم كتاخذ ليا فلوسي كتضربني. هاد اختك مزوجه ولا غير مزوجه وعندها ولادها؟ واخ. كملي. صافي. انا ما كنتش عارفه باقا صغيره ويلا جايه من العروبيه. صافي بقيت معاها من بعد. صافي اي واحد قال لي شي حاجه كنطيق كل شيء وغير نيا اللي جاك. اي واحد قال لي شي حاجه كنطيق به. المهم خويا تعرفت على واحد الوالد قال لي غادي نتزوج بيه. كنت يلاه عندي 14 عام.
صافي والمهم خويا تفلى عليا. اسمح لي واحد الدقيقه، الوالد ديالي قال علاش ما شاديليش التحيه ديالي في اللايف، اسمح لي قطعتك. تحيه للاب ديالي راه تيتفرج والوالده بطبيعه الحال، تحيه لكم احبكم. سمحي لنا قطعناك، تفضلي. ماشي مشكل خويا. 2001 لانه عيان شي شويه، انا كلشي داي معاه. 2001 كامله داي مع الوالد. تفضلي. سمعتيني خويا؟ تفضلي تفضلي تنسمع. بدلت لي الصوت ياك خويا؟ بدلت الصوت خديجه، ما كاينش اللي يعرف صوتك، ما كاينش اللي يعرف صوتك. قلت لك صافي. المهم خويا ديك الساعه من تلاقيت مع واحد الولد كان يلاه عندي 15 عام، مراهقه وما عارفاش، كنفيق بزاف. المهم كتب عليا وقال لي غنتزوج بيك وغنحيدك من هنا، ما تبقاش اختك تعدى عليك وهادي. المهم طقت فيه وكذب عليا وضحك عليا، ومني دازت الوقت سمعت بانه تزوج صافي وخلاني. يعني المهم خويا انا باش نفهموا مزيان، يعني تعدى عليك فهمنا، وبالتالي قال لك صافي اسمح لي، اسمح لي ما تلاقيش ليا. لا صافي. ولا شنو؟ لا ما مشى صافي، وصل العيد مشى سافر، قال لي غندوز العيد في البلاد. ملي بقيت كنعيط ليه قالوا لي راه تزوج صافي، وانا داك المشكل ديالي كان حتى شي واحد ما عارفه وهادي صافي. المهم خرجت جيت كنخدم، بقيت كنخدم في القهاوي في الريستورات وكريت صافي. يلا عندي 15 ولا 16 عام، بقيت خدامة بحال هكا. وواحد النهار تلاقيت مع هذا اللي تزوج بيا دابا. انا عندي ديك الساعه من اللي تلاقيت معاه انا عندي 18 عام وهو عنده 42 عام. وقال لي شوفي انا راني دابا عندي مشاكل مع المراه اللي مجوج بيها، وبغيت نتزوج بك انتيا. وانا ديك الساعه والديا ما عارفين والو، خوتي ما عارفين والو، وخايفه اليس يقول لي الخبر عندي داك المشكل صافي. قلت ليه ولكن انت يا مجوج؟ قال لي لا انا راني غير داك العاقد اللي مازال ما فسختوش معاها، اما دابا راه مطلقها بالفلوس كما تنقولوا. باش انا مطلقها؟ قال لي دابا 3 سنين باش مطلقها. وعنده معاه 3 الاولاد. قال لي انا دابا بقيت كنمشي للدار غير على قبل ولادي، ولكن ملي غنفسخوا العقد ما بقيتش غادي نمشي. غنولي نعطيهم المصروف ديالهم، نعطيهم داكشي اللي خاصهم وما نمشيش. صافي قلت ليه شوف انا ما عمرني ما نسمح لك لا دنيا ولا اخره الا كنتي بغيتي تطلقها بسببي. قال لي هاد الهضره عمرك ما تقولي انا 3 سنين باش مطلقها. وقال لي انا غادي نتزوج بك انت ولا بلا بيك بوحده اخرى. صافي وقلت لي صافي وهادي وصافي. ومن بعد مشى عندنا للدار دوا مع با، قال لي صافي با، قال لي صافي لا بغيتي تزوجي بيه تزوجي بيه. ومن بعد قال لي شوفي هو والدي ميتين هاد اللي خداني، ولكن عنده خواتات وداكشي. قال لي شوفي دازا عائلتي ما غاديينش يسيقوا لينا الخبر لهاد الزواج ديالنا، حيت شي دابا الا قلتها اليوم غيقولوا انت السبب باش انا طلقتها. من بعد واحد 4 شهور ولا 5 شهور نقولها ليهم. قلت لي صافي اللي بغيتي صافي. ملي تزوجنا بقى كيمشي للدار. قلت ليه ولكن نتاعي، قلت لي دابا هاد الشيء راه ماشي معقول، راه ما خصكش تسكن مع طليقه ديالك. بيان سور. قلت ليه ماشي ما خصك تسكن معاها، وانت ما قلتيش لي هاد الشيء النهار الاول. قال لي لا انايا ملي كنا كنطالق انا وياها راه قالت لي تعطيني 10 مليون وانا ما عديش، وقالت لي تكتب لي الدار في سميتي وما باش نكتبها ليها. هذاك الشيء علاش قالت لي ملي ما بغيتيش تدير معايا هذا الشيء غادي نديرو طلاق اتفاقي، ما تعطيني والو وتبقى تجي عند ولادك، وانت واحد ما يسيق لي الخبر مطلقه. صافي ودابا بقى كيمشي. ودابا خويا هو يعني كياكل تما كيشرب تما كينعس تما، حوايجو هي اللي كتصبنهم ليه. الاعياد دابا شي 5 سنين وانا يا باش مجوجه بيه عمر شي عيد ما دوزو معايا. كيمشي يدوزو مع ولادو مراتو؟ كيدوزو مع ولادو. وانا دابا والده معاه بنيه وما حطاش ليا في الحاله المدنيه. علاش ما حطاش في الحاله المدنيه؟
14 ليا دابا هو قلت لك عنده معاه 3 ديال الدراري، وهي ما عرفتش واش كتقول ليه الا تزوجتي غنخليهم اللي يكون مشي ولا ما عرفتش. دابا هي صافي وداكشي هي ما عرفاش راه مزوج. لا دابا هي عرفت مزوج. في الاول ما كان حتى شي واحد عارف، قال لي واحد 3 اشهر ولا 4 اشهر وغادي نقولها. ومن بعد ما قالهاش داز العام الاول العام الثاني العام الثالث ما قالها لهم ما والو. حتى مؤخرا فاش ولدت هاد البنيه عاد باش ساقوا لي الخبر بان راه مزوج، كان وقع غير واحد غير سوء تفاهم ومشاكل هي باش عارفه. ودابا هو صافي هادشي اللي قلت لك دابا. ودابا هو ما عرفتش انا كيخاف منها بزاف، يعني قلت لك ما كيعيطش معايا. الحجر الصحي اللي داز 3 شهور معه تيجي عندي مره في 20 يوم غير كيدخل كيخرج كيجري كيقول استنى يا ليل ونهار. شتي السوغ انه مطلقها ولا غير بالفم؟ يعني غير يعني مطلقها ولا غير قالها لك شنو باش حسيتي؟ هو العقد ديالي انا فيه مطلق، فيه مطلق. ها وقال لي انا دارت معايا الاتفاق، قالت لي دارت معايا طلاق اتفاقي، وكيحلف لي في المصحف، في المصحف كيقول لي ما بيني معاه شي حاجه ولا انا مجوج بيها ولا كيقول لي انا ما تنشوفش فيها تشوفها، وكيحلف لي في المصحف دير لي العهد. ولكن حنتش بزاف دابا راه غير حوايجو الا كان هنايا في الدار عرفتي ما كيبدلش باش ما تعرفوش راه بدل حتى لهالدرجه. غير حوايجو وتتقولي لي ان زعما ما يكون والو. ولكن انا دابا قلت ليه شوف ولد الناس دابا انت الا كنتي، قلت ليه الا كنتي واخا انايا في الاول قلت ليه شوف انا مني تزوجت بيه قلت ليه ما بغيت منك لا دار لا طوموبيل لا فلوس لا والو، قلت ليه غير ديك المراه ما طلقهاش بسببي انا. لكن انت بغيتي تطلقها بسببي انا ما نسمحش ليك، ولا واحد النهار مني نطلق وتقول لي غادي نردها ما نبغيش وما تتزوج عليا حتى شي بمراه اخرى. قال لي صافي، قال يعني هاد الشرط هو اللي شرطت عليه صافي. ما بغيت منه والو مني تزوجنا، هو واخا كان عنده الفلوس وهي عند مالي كيقول لي مطلق عندها دار ساكنه فيها زوينه وعنده الطوموبيل، وانا غير فلوس الصداق اللي عطاني غير 60000 ريال مشيت كريت بها غير وبيت مع الجيران ب 12000 ريال والصداق ريت فيه، بغيت غير نستر ونولد وليداتي ونجلس، يعني هاد الشيء اللي بغيت. ودابا انا ما عارفاش راسي واش مجوجه واش مطلقه ما عرفتش. اي وقلت لي شوف، قلت لي شوف ولد الناس دابا انت قلت لي هذيك السيده، قلت لي انت كتاكل تما كتشرب تما كتنعس تما حوايجك كتصبنهم لك هي كل شيء كديروا لك هي. قلت لي علاش اولادك تما وانا عندي مع بنية دابا عرفوك مجوج؟ قلت لي الا كانت بغات ترجع معك ردها رجعها، قلت لي ودير الحلال وعدل بيناتنا. وقال لي لا انا ديك الهضره ما تقوليهاش لي، انا كون بغيتها ما نطلقهاش، كون باغيها ما غنجوجش بيه. فهمتي شتي هاد الهضره اللي قلتيها؟ يعني قلت عن قناعه ديال انك ممكن تكوني المراه الثانيه ديالو. ماشي مشكل غادي نصبر، المهم غير تعرف اشنو كاين. اللهم الحلال ولا الحرام. قلت لي انت دابا راك كدير الحرام. شوف انت متاكده بان هي عارفه بانك مزوج بك؟ متاكده؟ لا عارفه انا متاكده، غير هاد مؤخرا كان هو ناعس وكنت غير طلقت له الكونيكسيون من عنده وبدات كتصيفط له ميساجات. قالت لي اشنو كدير مع من كتهضر مع من كونيكتي، حيتاش كنت انا شاده لي تليفون وكان داخله كندخل اليوتيوب وداكشي. وقالت صافي، وهي حيتاش قبل عارفه مجوج، وانا تنصيفط لها ميساجات. صيفط لها ميساج قلت لها علاش كتصيفط لراجلي هاد الميساجات بحال هكا باسلين، حيتاش مطلقين ما عندهاش الحق تبقى تقول لي اشنو كدير مع من كونيكتي. صافي وصيفطتني شي ميساجات اخرين. صافي هادشي، وبقات كتصوني عليه تصوني صونات شي 100 خطره. صافي وانا ما قدرتش نفيق نقول ليه نوض هضر معاها حيتاش غادي يعيرني وداكشي، ما قدرتش. صافي واخا
خديجة قبل ما نجاوبك نتمنى منك قاس الناس اللي تتفرجوا 2300 2400 واحد كلهم يبركوا على قليب 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 وبارطاجيو هذا اللايف مع الناس اللي عزازين لهم. شكرا الناس اللي كتبوا العدد ديال الوالد، شكرا، تحية لكم بطبيعة الحال. بالنسبة للناس اللي تتصلوا اليوم انا اللي غنتصل، مجرد غتكتب لي بان القصة ديالك تستحق انها تدوز اليوم. خلينا ندوزوا غير القصص للناس اللي قلبهم عامر، اللي شي حاجة جرحهم، شي ألم عندهم، شي حاجة محزناهم الداخل، نعطيهم الفرصة لان كاين بزاف ديال الناس عالم بهم غير ربي ومحتاجين انهم يخويو، فنعطيهم الفرصة انهم يخويو. خديجة. نعم اخويا. في هاد المواقف ما نكذبش عليك اخويا، انا عييت بزاف، مبقيتش عارفة راسي اشنو ندير، واش مجوجة واش مطلقة، مبقيتش عرفت. واخ، فاحسن حاجة ديري هي انك بعدا تعرفي راسك من رجليك. كيفاش تعرفي راسك من رجليك؟ هي حتى النقط مع الحروف. افلان انا راني مراتك وعندي حقوق وحقك، هادشي محقك. قول ليه الا كنتي باغا برافو عليك، باش ان وحده في هذا الوقت هذا وتقول لك انا مقابله نكون المراه الثانيه وانا برافو عليك. انا سهلتي عليه نص ديال المشوار، اجيني نيشان، بغيت نعرف راسي من رجلي. ياك دابا هو انا قلت ليه دير الحلال حسن ما دير الحرام، قلت ليه الا كانت هذيك مراتك راه الا كنتي مجوج بها يعني ما عادلش بيناتنا، حرمت ما تعدلش بين عيالاتك. بيان سور، وحاولي انك تصيفط لها كاع هاد الميساج وتعرفي كاع، قول لها انا مقابله الا كان باغي يتزوج بك يرجع معاها، كان ماشي مشكل نكونوا بجوج. تقدري تصيفط لها؟ ما عرفت، هو قال الا ما نقدرش. علاش؟ هو قال لي انا ما بغيتهاش وما باغيش نتزوج بها، كون باغيها ما غاديش نطلقها. ولكن هو كيقول هاد الهضره ولكن الافعال ديالو كتبين لي حوايج اخرين. اسمع عرفتي شنو اكثر حاجه محتاجه دابا؟ ما محتاجه لا النصيحه ديالي لا النصيحه ديال هاد 2500 واحد. عرفتي شنو محتاجه؟ محتاجه انك تسمعي واحد الهضره يسير الله يفرجها عليك ويدير لك غير اللي فيها الخير وينور لك طريقك. يا ربي امين اخو، يا ان شاء الله هاد الهم كامل اللي عندك يولي غير من الماضي وذكريات. 2500 واحد كلهم انهم يدعيوا معاك بالخير، نتمنى كل شيء يدعي معها بالخير. عرفتي علاش ما نجاوبكش؟ ماشي ما نجاوبكش، لان لا يعلم في القلوب الا الله عز وجل، وما دام انا السيد ما تنعرفوش، ما عرفش شنو في قلبه، ما عرفش شنو في نيته، ما عرف واش تيبغيك، ما عرف انه الله اللي غيكون عالم به، ياك؟ فانا اللي غنقول لك ديري انت اللي في جهدك، جربي هذا الحل وهذا الحل وهذا الحل، كل شيء عنده حل الا حاجه وحده اللي ما عندهاش الحل، هي للموت، هي اللي ما عندناش الحل. عرفتي خويا جربت حال من حاجه وما مازال ما تفقديش الامل، مازال كاين مليون الف حل، جربي هكا. شوف احنا الرجال عندنا واحد النقط ديال الضعف، سبحان الله على كل راجل. كاين الراجل اللي المراه تجيه بالعينين، يعني بالنظرات والرومانسيه، كاين راجل اللي تيجي بالدموع، تيبغي المراه أنا الى بكات تتاثر فيه. كاينه وحده لا غضبات، كاينه وحده لا تقلقات، وحده كل راجل كاين عنده واحد النقطه، وكاين احسن نقطه هي ان يتلقى مو هذيك اللي تتحن فيه، وهذا هي احسن نقطه ضعف عند اغلبيه الرجال. ف خديجه جربي مليون الف حل، وان شاء الله راه غتلقاي، وان شاء الله تعيطي لي وتقول لي صافي راه رجع ليا وحسن من الاول. من نصيحه هضري معاه وحطي معاه النقطه على الحروف، شي نهار قول لي شوف انا بغيت غير نعرف راسي من رجلي، ماشي هذيك انا تتقلب بها على حل، ماشي على الصداع، حيت بزاف ديال الناس وبزاف ديال العيالات الله يهديهم ماشي تيتحاوروا باش نلقاو حل، تنتحاوروا باش نلقاو صداع. خاصنا نلقاو مشكل، لا انا معاك نقلبوا غير على حل اللي يرضيني واللي يرضيك، وشوفي داك الوقت واش حقيقي ولا ماشي حقيقي. بعدا مشيت سولت عليه قال لي حقيقي. الحمد لله اهم شيء. فاش غنقول لك قالوا لي الطلاق كاين، واش غنقول لك؟ الله ينور لك طريقك، وان شاء الله تعيطي لي عما قريب وتقولي لي راه فراشت. يا ربي صافي، يا ربي امين اخويا، الله يسهل عليك. شكرا لك خديجه.
الله يعاونك خويا. نتمنى من 2001 كلشي يبقى يبرك على قليب 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 قليب. كذلك نحاول اني نربط الاتصال بين الناس اللي عندهم مشاكل اللي صعيبه. عفاكم راه ما غادي نجاوب حتى شي اتصال، انا اللي غنتصل مجرد الناس اللي تيقولوا لي باني عندي مشكل صعيب. الى عندك قصه صعيبه تشوف بان صعيبه صيفط لي ميساج قول لي بدر انا عندي قصه خطيره، اكتب لك ميساج. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا على الاتصال. بالعكس مرحبا. شنو الاسم المستعار ديالك؟ حنان. حنان، براسك الحلقه ديال اليوم بغينا ندوزو غير الناس اللي عافاك سير شي بلاصه ما فيها صداع حنان؟ لا ما كاسا كاين شويه صداع. كتسمع دابا شي صداع؟ دابا بعدي شويه الكيت عافاك على فمك. لا ما دايرهش الكيت. واخ حنان عندك قصه تستحق انك تعاوديها من الوالا، دوزي من الناس الوالا كتشوف بان عندك مشكل. مرحبا حنان، احنا تنسمعوك. صوتك ما كاينش اللي غيعرفو، مبدل ياك؟ خدي راحتك حنا تنسمعوك. المهم انا كنت كنقرا كنت كنقرا، كنت عندي 16 عام 15 عام كنت كنقرا في كاتريا. ايه تقدم لي واحد السيد خطبني على سنة الله ورسوله. ايه صافي انا ما وافقتش داك الساعه، ولكن والديا قالوا لك خاصك تتزوج حيت المدرسه وهذه القرايه ما كاين فاش تنفعك وهذه خص ضروري تتزوج. ايه صافي وافقت داك الساعه، كنت عندي 15 عام. صافي المهم ما كملناش عند الخطوبه 15 ونص فاش تزوجت به. كنا المهم عايشين حياتنا عادي ما كاين حتى شي مشكل، مشيت معاه فين خدام عادي ما كاين حتى شي مشكل. دوزنا شي 3 سنين تزواج هكداك ما جابش الله الدراري. صافي بداو عائلتو خصنا الولاد خصنا الدراري. صافي هنا فين بدا المشكل، هو ما كيقول حتى شي حاجه، وما زعما ما كيقوليش الدراري ولا المهم عائلتو اللي مزدين عليك يقولوا خصنا خصنا الدراري خصنا. صافي المهم دازت داك 3 سنين بقاو بداو المشاكل. صافي بداو المشاكل من عائلته هو شي 5 سنين ديال الزواج. صافي قلبو قال له خاصك تطلق حنا بغينا الدراري. صافي طلقت بسبب الدراري. كنت عندي ديك الساعه واش مشي الدراري مشيتو شتو شي طبيب واش المشكل عندك؟ مشينا وشنو قال المشكل؟ مشينا ما عندنا حتى شي مشكل، حتى التحاليل الدم درناهم باننا كنولدوا ما عندناش مشكل. ملي طلقت ديك الساعه كنت عندي 21 عام طلع في 22 6 سنين الزواج. المهم قلت شي تقريبا شي عام في الدار ديال والدي. عام صافي تقدم لي واحد السيد عاوتاني خطبني. صافي هذاك وافقت انا خير الله هضره ديال الناس مطلقه رجعات كعرف الهضره ديال الناس وكثر مع حنايا دوار صغير وعيب حنايا ترجع عندنا مطلقه تما فهمتي. كتكثر عليها الهضره. صافي قبلت به تزوجنا تزوجنا. المهم في الاول كان كيعاملني مزيان، من بعد داك واحد العام تقريبا صافي بدا تبدل، بدا كيضربني وكيعيرني كيقول لي كون كنتي فيك الخير وكون بقيتي عند الراجل الاول كون بقيتي هكا وكون ما تطلقيش. المهم صافي مرضت نفسانيا، المهم الضرب والتسكر فيز المهم يوميا فوقتاش ما جا هكذا كيضربني
على ابسط حاجه يضربني عصاني ويصيفطني والدي عاوتاني ويرجعي مورايا يرغبني يلا ترجعي وهادي من عاود تنتبدل نفس المشكل نفس المشكل المهم نفس المشكل 4 سنين وانا صابره على داك المشكل ديال الضرب وديال المعايره وديال التكرفيس 4 سنين صافي بقى في بالي غير الطلاق كنقول غير نطلق ما لقيت مني حتى شي حاجه واحده اللي دايره في راسي هي نطلق اللي بغى يوقع يوقع كنمشي كنقول لها امال انت كيقول لك لا صبر محشومه طلقتي المره الاولى يقولوا الديفو فيك انت كنقول لهم كيفاش انا الديفو فيا انا وانا عايشه اسمحي لي بعدا نهضروا ما فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين اسمحي لي واحد دقيقه ما حدنا تنهضروا على هذا الموضوع بالمناسبه كاينين بزاف ديال الناس لو ان امك ولا اختك ولا بنتك انا مطلقه ما غتكونش هادشي عيب علاش حنا ديما تنسميو بان في المراه هي اللي خايبه وهي اللي من الديفو وهي اللي كدا وكاع الرجال تيكونوا ملائكه كون كانت اختك تتاكل العصا ليل ونهار غتقولها تطلقي ولا لا بنتك ديك الساعه غتولي تدافع عليهم الاخوان ماشي حيت مطلقه بانها خايبه ربما راه تقهرات اعتبر نحيدو داك الجهل راه محل ابغض الحلال عند الله الطلاق وانتم تتحرموا اول ما فهمتش عندنا احنا العرب ما فهمناش نحلوا اللي بغينا ونحرموا اللي بغينا طلاق ما تفهموش جوج ما تفهموش السلام عليكم ما تفهموش صافي وصلت النهايه ما يمكنش نكونوا فاهمين في كل شيء كاينين جوج ما تفهموش السلام عليكم ماشي حيت تزوجات المره الاولى الثانيه حلال تتزوج حلال الشريف ماشي حرام انت هذيك اللي باغي تزوج بوحده عندها هضره مع مليون وحده ديك عادي وحده اللي مزوجه حلال حلال ما دارت شي حاجه حرام عيب ترضوها حنا عيب الله يهديكم ما نحلوش اللي بغينا ونحرموا اللي بغينا طلاق ما تفهموش السلام عليكم ماشي عيب الله يهديكم مجرد ذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين سمحي لنا حنا نكملي لنا القصه ديالك صافي من بعد قلت لهم انا قلت لهم المهم انا مسمع الطلاق وكيقولك صبر جا واحد المره جا صافي جا المهم تكرفت عليا النيت ضربني النيت مشيت لدار والديا رجعت لتما لقيت شي سيمانه تما عند دار والديا جا كيرغبني جاب معاه الناس وجا كيرغب صافي ملي جا كيرغب صافي والديا بحال الا قبلو صافي قالك زعما رجعي نفس الهضره صافي رجعت ما عندكش معاه كاع وليدات هو ياك لا والو رجعت قلت لهم ملي كتهضروني تما بحال الا كتدفنوني اش ترجعوني لعندو قالك خاصك تصبر صافي مشيت صافي صبرت قلت ماشي مشكل فعلا هضره الناس والهضره ديال هادي ما كاينلاش خليني نصبر داكشي اللي بقى من حياتي خليني نصبر صافي بقيت هكذا بقيت في رمضان المهم في رمضان هكذا التليفون بيناتنا وقعوا مشاكل في التليفون قال لي واحد الكلمه قال لي واحد الكلمه هكا في التليفون صافي حلفت داك الساعه قلت له انا قلت له مي صافي انا هضره فاش يجي انا غادي نطلق منه ولا غندير شي حل للراس المهم واش بين المراه والراجل فاش يقول للراجل المراه انتي بنت زنقه انتي عاهير شنو غتسنى من هذا تكمل مع حياتك صافي قلت له صافي قلت لهم انا هذا القرار نتاخذه المهم غادي يجي غنشوف شنو غادي المهم جا وزت معاه واحد اليومين هكذا صافي وديك الساعه مشيت عند والدي صافي وداك الساعه صافي بدا الطلاق وبدات الهضره وبدا هادي وبدا يرغب قلت له انا ما غاديش نرجع عند واحد الانسان جرحني وضربني وتكرفت عليا واخا العشره ديال 5 سنين ونص ما ساهلاش ولكن ما قلت له ما غاديش نرجع صافي وطلقنا كل واحد الله يسهل عليه دابا انا كنقول علاش زعما بنادم اللي ما باغيكش لا عارفك مطلقه وعارفك دوزتي الماضي وعارف دوزتيه في الحلال ماشي حتى في الحرام في الاول ما
مي في الاول ما يتزوجش بيك، ملي عرفك مطلقه ما يتزوجش بيك، ملي مور هاد مور طلاق مور الزواج ديالك ما يبقى يعايرك بشي حوايج انت ما دنبك فيهم حتى شي حاجه، دنبك انك تزوجتي في الحلال وطلقت. الو صافي دابا كل واحد كنسمعك كملي. صافي كل واحد كل واحد شد الطريق وكل واحد مشى. دابا انا خرجت كاع من بلادي، خرجت مشيت راني في بلاد وحده اخرى في الدامه، ولكن كيبقى داك الحاله النفسيه ديالك ما مستقراش. كيقول لك كينعتوك الناس، هذيك مطلقه جوج مرات، هذيك مشات خرجات، هذيك فعلات، هذيك. بغيت نقول للناس ونوضح لهم واحد القضيه، الطلاق راه ماشي عيب، الطلاق راه العيب. العيب هو تبقى مع راجل، العيب هو تبقى مع راجل كتعاني معاه نفس المشاكل، نفس الضغوطات والضرب والتكرفيس، هذاك هو العيب. ودابا حاليا راك مازال مزوجه به؟ لا طلقت. طلقتي؟ شوف، اللي قال لك بانك درتي شي حاجه انها عيب فهو متخلف. ما درتي شي حاجه حرام، فوقاش غادي نقول لك انك درتي العيب؟ الا درتي شي حاجه حرام انا معاه، انا واحد منهم، غنقول لك درتي شي حاجه عيب. مادام تزوجتي على سنه الله وما عصيتي الخالق، كل واحد يقول اللي يبغى. اسمع، تسمعيني ياك؟ كنسمعك بدر. كنسمع. تعلمت انا واحد الدرس من الدنيا زوين بزاف والله، واحد الدرس وخاصكم تعلموا حتى نتوما. تعلمتي الا كنت لاباس عليا ولا كنت فقير غيهضروا فيا. تعلمتي الا كنت نصلي ولا كنت نمشي للجامع غيهضروا فيا. تعلمتي الا كنت زوين ولا كنت خايب غيهضروا فيك. تعلمتي الا كنت تتسكر في البار ولا تتصلي بالناس في الجامع حتى في مكه، الهضره فيك. فمنين عرفت القاعده ان الهضره فيا سواء كنت زوين ولا كنت خايب، قلت ما عاد ما حد يعرف راسي اش نسوى. ما تتهمني الهضره ديال حتى شي قران في هاد الدنيا، مادام ما تدخلش عليا شي واحد القفه، ومادام ما تنعرفش عارف راسي ما تناديش شي واحد، ما تتهمني حتى شي هضره ديال حتى شي قران في هاد الدنيا. اللي بغى يقول عليا متكبر يقولها، اللي بغى يقول عليا اناني يقولها، كل واحد عنده فمه. انا ماشي خلقت لسعادة الناس وانضر نفسي باش وما يبقاو بخير، وعلاش هضرتو فيا وعلاش درتو فيا، كل واحد فمو يقول به اللي يبغى. فهنيئا لحسنات لم نتعب لاجلها. الناس ما تتسني والو، حتى شي واحد ما تيسني شي حاجة، تسالوني حاجة وحدة هي ما نجيش عنده ونآديه وتسالوني الاحترام، غير ذلك لا. ربي ما عطانيش نفسي باش نقهرها، ما عطانيش نفسي باش نضرها، فنفسي براسي ما نتحاسب عليها، الا ضريتها غادي يحاسبني عليها ربي. من التالي تعلم، عارف راسك اش تسوى، عارف راسك اش تسوى، عرفت راسك ما تدير شي حاجه تعصى الله، والديك راضين عليك. اللي بغى يقول شي حاجه خليه يقول، كل واحد عنده فمه، اهم شيء هو انت عارف راسك اش تسوى. حنان. نعم. حنان، عمر الطلاق كان النهايه ديال العالم، عمر النهايه جات على شي واحد خرج من حياتنا. الحياه تستمر رغم كل شيء، سواء بقاو ولا خرجوا غاتكمل. عرفتي علاش؟ حيت الدنيا غنعيش فيها غير مره واحده، ماشي مليون الف مره، وحتى واحد في الدنيا ما يستحق انني نلغي نعم الله كامله. واذا تعد نعمه الله لا تحصوها على ود شي واحد. الدنيا زوينه وغنعيشها كما بغيتها انا، زوينه بحلوها وبمرها. واللي بغى يتقار يتقار هو، اللي بغى يضر يضر هو. بالتالي هالدنيا غنعيش فيها غير مره واحده، كنت غنعيش فيها مليون مره غادي هانيه، ولكن مره واحده كل نهار تنقص من حياتي.
هاد اللحظه اللي انت تتهضري على هاد السيد ولا هاد السيد ولا الاول ولا الثاني هما راه ما تيفكروش. دابا انت تفكر في واحد الانسان ضارك، نظره لوجيك. انت دابا اللي تسمعني تتفكر في شي واحد ضارك في هاد اللحظه ياك، ألمك، بكاك، جرحك، غدرك. سؤال ديالي، واش هو في هاد اللحظه تيفكر فيك؟ واش في هاد اللحظه هو هاز لك الهم؟ واش في هاد اللحظه تيقولك راني ضريته وتيبكي عليك حيت خسرك؟ لا، وانت تضيع حياتك على من؟ على ناس ما تيفكروش فيك. غلي من نفسك، تعلم وتكونوا غاليين، تعلم تكون غالي. اللي بغانا نعزوه ونحطوه فوق الراس، نحترموه ونقدروه، واللي بغانا مرة حنا غنبغيوه مليون مرة. ولكن اللي بغى يمشي من حياتنا، الباب أصلا من الأول مازال ما تشدش، اللي بغى يخرج يخرج، حتى دي الدنيا أخذ وعطاء، عطي ونعطيوك تاحنا، هذه هي الدنيا. أما باش تسنى منا غير نبقى نعطي ونعطي وباش تبقى أنت فرحان، لا، تتسناو منا غير نكونوا حنا هذاك العصا السحرية ديالهم باش نحققوا لكم أحلامكم، راه لا، حنا مكملين لبعضياتنا. أنت كملني وأنا نكملك ونكملوا بعضياتنا وهكا الحياة. أما تتنتظروا منا نديروا كل شيء وتعلمت، راك والله واخا تقطع لحمك وتعطيه ليهم، في اول فرصه فاش غيجيو ويخليوك غينساو فيك كل شيء، غيتفكروا فيك غير الخايب. هكا البشر. عرفتوا علاش ما تنتالمش الا خرج من حياتي شي واحد وقدرت معاه مد زوين؟ ما تنضرش، ما تيالمنيش الا خرج من حياتي. كاع صحابي تيلوموني على هاد القضيه، تيقولوا لي الا خرج من حياتك ما تتقصح، ما تيطرى لك والو، علاش ما تتشكش فيهم؟ علاش؟ لا، ماشي حيت انا اناني ولا متكبر ولا خايب ولا لا، حيت انا تنعطي عينيا نعطيهم الانسان اللي احترمني ويقدرني. ولكن اللي بغى يمشي يمشي، ما نشد حتى واحد، حيت عرفت واخا نعطيهم عيني كتعرفهم بانهم غيتفكروا فيا غير الخايب. شي العام فيه 365 يوم، عرفتي العام فيه 365 يوم، غادي ديروا لهم الخاطر، تحطوهم فوق الراس، تحترموهم وتقدروهم، وما عمركم تقولوا لهم كلمة لا. شتي ديك الدقيقة ديال آخر لحظة في ذاك العام تقول لي راني عييت، يقولك عمرك درتي شي حاجة. كما قلت لك عرفتي علاش ما تنتألمش؟ ماشي حيت انا درت هكا زوين ولا لا لا لا، حيت هذا غير طبعي انا اللي تندير معاك زوين، ماشي باش تقول لي درياف والله يعمرها دار ونتسنى منك ترد لي. ما باغي منك حتى واحد، وما باغي من حتى واحد شي حاجه الا درت معاكم هكا، حيت هادو اخلاقي وهادو مبادئي، وهكا علاش رباوني والديا، وهذا واش اللي وصاني الدين ديالي والاسلام ديالي، واش علاش وصلنا الله لا غير. ما باغي الرضا ديال حتى شي واحد يقول لي راك دريف، ما باغي الرضا ديال حتى شي مخلوق في الدنيا من غير الله عز وجل والديا. ما تبقى الا تندير زوين ولا تنحترم ولا تنقدر ولا تنوقف في الحزه، حيت هذوك اخلاقي. ما باغي منكم والو، ما بغيتش حتى الوقفه في جنبي ما باغيهاش. من التالي تعلم، تعلم توقف راسك براسك، ما تحتاج لتا واحد، تعلم غير توقف راسك براسك. احسن حاجه تقدر تعلمها تعاونك بزاف في حياتك، ماشي بالضروره يكونوا في حياتك ناس اللي يوقفوا في جنبك باش تعاود توقف. اهم شيء تكون انت لاقي راسك. حنان، وصلتك الرساله ديالي؟ شكرا. مرحبا، شكرا لك، نتمنى الله عز وجل انه ييسر لك ويفتح لك باب الخير وينور لك طريقك ان شاء الله. وتعيط لي عما قريب وتقول لي الحمد لله بعد العسر يسرا. سامارش، مشات لها الكونيكسيون مع سامارش. نتمنى من 2400 واحد كل شيء برك على قليب قليب قليب، الله يجازيكم بالخير. نحاولوا نربطوا الاتصال
اسمحوا لي الناس اللي تيتصلوا، رانا اللي تنتصل اللي عندهم مشاكل خطيره هما اللي كتب لي دابا ميساج يكتب لي راه عندي مشكل خطير باش ندوزو من الاول ويعاودوا داكشي كاع داكشي اللي في قلبهم. نتمنى 2000 كلشي برك على قليب وكل واحد فينا على الاقل يبارطاجي في شي جروب في خمسه ديال لي جروب. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام. واو شوفوا الاخوان، بنت وحده تخيلوا وحده اللي خسرت الهضره من مدينه. شوف 2500 اغلبيه دراري وبنات فراسك منال، انت الوحيده اللي خسرتي الهضره ولعيبوا العاريه وكلشي انا تنخسروا الهضره. سمعتي في الاول قلت لك راه الوالد ديالي تيتفرج والوالده فراسك بان كاين امهات هذا اللايف هذا كله اغلبيه امهات ماشي عيب عليك. أصبحنا تنذكروا اسم الله والله لا عيب. كاين انا راه عليا راه ما تتعني لي والو باش كنا عارفين هذه القضيه، ما تهمني حتى شي قران في هذه الدنيا، انما تنحترم تنحشم علموني ولدي الاحترام. انا راه حشمان دابا غير حيت الامهات كاينين هنايا وكاينين الاباء، اما انا راه ما تهزيش فيا الشعره. عاش من عرف قدر نفسه، انما حشمت انا حشمت. ياك انت كتمشيها نورمالمون انت خاصك تحشمي، انا اللي دري والله الا حشمت استحيت حيت كاينين معانا امه تبغي امك تقرا ديك الهضره. تخيلي انت الوحيده اللي خسرت الهضره والله لا عيب. عيب عرفتي شحال شحال دات دابا امك ديال النعله، امك عيات ما تربي فيك وباك شو شحال واحد قال لك الله ينعلك اللي رباك شي عيب. شي هذيك اللي خسرات الهضره ودعوا فيها هي دابا حاليا تطلب منهم الاعتذار في السجن. فراسك هذه القضيه ديال اللايف ديال البارح، فراسكم القصه اللي طرات البارح ولا لا؟ واحد السيده خسرات الهضره وطلعت تطلب السماحه قدام كل شيء حيت راه دابا في الحبس. شوف الدعوية دا عباد الله كي تيخرجوا نعلو الشيطان الاخوان. هنا مجموعين معنا والدين راه تنستحياو منهم لدرجه ما تندوزوش في المشاكل ديال التفاهات والتصاحب على ود حيت كاينين امهات واباء. نعلو الشيطان. بالنسبه للناس اللي تيتصلوا راه غادي نعيط انا ماشي نتوما، عافاكم. مجرد انك تكتب لي راه عندك مشكل انا اللي نتصل بك. الله ياخذ الحق. شوف حشومه والله. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا بك. الو السلام عليكم. الو اختي واش تسمعينا؟ اختي واش تسمعينا؟ تسمعينا ياك؟ مرحبا بك. ممكن تقربي الميكرو شويه لفمك عافاك؟ واخا. شنو الاسم المستعار اللي تعطينا؟ ماريا. ماريا. ماريا تلاحظي بان القصه ديالك بانها تستحق انها تدوز ياك؟ واخا ماريا تفضلي احنا تنسمعوك. انا ماريا عندي دابا عندي 21 عام. اها. وصلت 17 عام. قربي شويه الميكرو عافاك. كنت تزوجت على 17 عام. اها. تزوجت بولد عمي. اها. تزوجنا عن حب صراحة، كان بغيه بزاف. اها. وتزوجنا يعني مدة الزواج ديالنا دامت عام. اها. هذاك العام كان فيه بزاف د الحوايج زوينين ولكن ما كملناش. شكرا. علاش ما كملتوش؟ طراو بزاف د المشاكل من بعد. يلا تفضلي عاودي لنا شنو هاد المشاكل اللي طراها وعاودي شنو كاع داكشي اللي دارك. بحال مثلا وليت كنحس براسي
يعني ولا كل شيء ضدي، حيث في الايام في الشهور الاولى ما حملت حتى درت 8 شهور. ملي حملت درت فوسكوش، درت فوسكوش المرة الأولى على 4 شهور وسيمانة، ودرت فوسكوش المرة الثانية. ملي طاحوا لي الجنين ولاو عندي مشاكل. أنا راجلي ما عمرو كان عندي معاه مشكل، ما عمرنا كان عندنا مشاكل، ما عمرنا أنا كان عندي مشكل مع الأم ديالو. يعني هي كان عندها حب تملك بزاف، كتبغي ولدها لدرجة أنها ما تبغيش اللي قيسها في ولدها. يعني أنا مرات ما خصناش نكون مفاهمين، واش فاهم؟ كتفهمني يا خويا؟ فهمتك تتغير على ولدها، هادي تيعينو بزاف ديال المشاكل بحال أنا تدو قدامي بزاف ديال البيبان، وما لقيتش المنع عاود، وأنا من المتتبعين ديال البرنامج ديالك. شرف ليا والله، شرف ليا والله خويا بدر والله. ومهم فاش بدات هي ديك الغيرة وداكشي، أنا بدات كتعامل معايا خايب، يعني ما كتهضرش معايا. واش كنتو ساكنين بعدا؟ سمحي لي نسولك هاد السؤال، ساكنين في دار وحده بعدا ياك واقيلا؟ كنا ساكنين في دار وحده. اها. ملي انا وليت كنشوف المعامله ناقصه، المعيار سبان شويه، ولاو كيقولوا لي احنا جبناك، يعني مهم ماشي فيرج ماشي، وكنت عاير وكنصبر، كنسكت باش هو ملي يدخل الدار في العشيه ما نبانش ليه راني زعفانه ولا طاري ليا شي حاجه. عيت ما نصبر، وصلت بيا درجة أنني ننتحر، ندير بزاف الحوايج في راسي. حب ياك؟ كنت كنبغيه بزاف، وباقا كنبغيها خويا بدر والله، يعني بزاف. مهم عيت، وليت كنهبط كنقول يا ربي إلا كان هادشي زعما، إلا كنت أنا يا إلا كنت زعما دايره شي حاجة اللي نستاهل على هاد المعاملة، خد فيا الحق سيدي ربي. تقهرت أخويا بدر ديال بصح، يعني كنت عاير كنتسب، يعني الويسي ما بقاوش كيهضروا معايا حتى شي حد، يعني وليت كأنني شي عنصر داخل عليهم. أنا عيطوا لي جوستي، ما بقاتش بغاتني في الدار، يعني شافت فاش خسر لي المرة الأولى. هادي مرت عمك نورمال مو هيك؟ مرات عمي. مهم ما بقاتش بغاتني عندها في الدار، ما بقاتش كتعترف بيا ولا صافي أنني زيدة عندها، صافي غير زيدة جو طابل، يعني شي حاجة جو طابل صافي، ما كاين ما بغيناكش. أنا بداك المشاكل اللي طراو ليا كاملين، ما كان عيطش لوالديا، وما كان عاودش ليهم، وما كان كنقول ديما عندي ديك الفكرة ديال راه عائلة، راه عمي، ما يمكنش نخسر علاقة بابا وعمي. فهمتيني أخويا بدر؟ واخا راني مرتاحة شوية حيت عمرني صراحة. ماشي مشكل. شوف حاولي عاودي كان الناس عاودوا نفسكم، انا مازال بغيكمهمش كاع تعاودوا تعطيو السميه، بالعكس تعجبني بدل، شوف بدل سميتك، بدل كنيتك، تنبدل لك الصوت كانك تعاود للشبير وباغي تخوي داكشي اللي داخلك. اسمح لي قبل ما انا ما حد 4000 واحد معنا، نتمنى كلهم يبركوا على قليب عفاكم، 4000 كلها تباطاجي هذا اللايف هذا مع الناس اللي عزيزين عليها، طاقي والناس اللي عزيزين عليكم. هنا اول حاجه تنستافدوا من القصص بعضياتنا، تنخففوا الالم ديال بعضياتنا، كذلك تنديروا الاجر. عرفتوا باش نديروا الاجر؟ كل ساعة ذكر له. قبل ما انك تخرج انت تسمعني، صلي فرج عليك ويفتح لك بيبان الخير وينور لك طريقك، وصلي يجمعني بك في الجنة، ويا ربي لك معنا شي واحد عنده ذرة من الهم يا رب يفرج عليك، ويا رب إذا كان شي واحد ما في حالوش يا رب يرزقك، ويا رب إذا شي واحد عنده الأم دياله ولا الأب دياله مريضين يا رب يشافيهم
ويخليهم لك تيشوفوا ولاد وليداتك. وإلا كان معنا شي واحد مات ليه شي واحد عزيز عليه يا ربي ترحمهم وتجعلهم من أهل الجنة، ماشي كأي جنة، جنة الفردوس مع الرسول والصحابة إن شاء الله. أنا وأنت وكاع اللي بغيناهم الله يجمعنا في الجنة. اسمحي لي قطعتك، كملي لينا. لا خذ راحتك خويا، خذ راحتك. الله يحفظك. أنت الأول قلت لك انا جالسه في دار راجلي يعني عادي، ما مسوقاش لداك الشيء يعني عندي داك الشيء عادي، بحال انا حيت تزوجت صغيره، وهذا هو الخطا اللي درت انا الاول انا اللي تزوجت صغيره. هي حماتي شنو عقوستي شنو ولات دير ولات تتفق ليا مع صحاباتها عليا انا مع صحاباتها ما فهمتش يعني كيجي وكيجلسوا كيبقاو عليا فهمتي يعني بالمعاني. المهم راك عارف هذيك الهضره ديال العيالات وداكشي انا ما كندخلهاش لراسي، ما كنصحش المعاني على الاولاد ولا شنو. راه ما ولداتش، راه دايره، راه ما حد قاش. المهم انا ما كنتش كنسوق، انا كنت باغا غير هذاك السيد باغا نبقى معاه حياتي كامله، حيت عمره ما اداني، عمره ما خسر ليا، عمره ما عيرني، عمره ما قال لي حتى شي كلمة لعيب. إذا بي أنا واحد نار عقوستي عيطات أنا ما في راسي والو، عيطات الوالدية قالت لهم أجي وديو عليا بنتكم، ما بقيتش بغيتها عندي. أنا قسما بالله ما في راسي حتى شي حاجة، دايرة القيلولة ديال العشية تا كيجي لوسي تيدق عليا كوتا ماريا نوضي تكلمي لباباك وماماك راهم الفوق. انا بديك الشوك ديال انه بابا وماما جاو، علاش جاو انا ما فراسيش بلي جايين باش نطلع ونقول لهم السلام ونعنقهم وداكشي. قلت لهم علاش جايين، علاش جايين، شنو كاين يعني انا ما باغاهمش يشوفوني في ديك الحاله ديال انني دايره فوسكوش والمرض وداكشي. المهم راك عارف اخويا بدر، باش ما نطولش عليك ونخلي فرصه لوحدين اخرى. جيت على مهم نات صداع، بدات كتقول لهم بنتكم كدير ليا، بنتكم قلبات عليا، ولدي بنتكم خرجت ليا اسرار تاريخ، مهم بزاف الحوايج. وانا نهضر وندافع على راسي، كنقول الا هضرت غنخسر راجلي، نبقى محترمه حيت راها عقوستي ونبقى معاها، غادي نبقى معاها قسما بالله اخويا بدر. داكشي اللي كانت كديرو ليا اقسم يمينا ما كنهزش فيها العين، ما كنهزهاش فيها. بحال شنو كتدير لك؟ تضربهاكش شنو؟ معايا غير المعيار، غير المعيار. مره واحده اللي ضربتني لوجهي صافي، هذيك هي كانت اول، حيت هي في الاول كانت معايا مزيانه، كانت معايا مزيانه لدرجه انها كتقول لي بنتي. ولكن سبحانك يا مبدل الاحوال. المهم ملي شافني الاب ديالي انا انسان صارم، شافني في ديك الحاله قال لهم بنتي غتمشي عندي تسارح، يعني تمشي عندي ترتاح شويه وترجع. ملي جيت انا لدارنا جي على اساس خمس ايام اخويا بدر ونرجع، خمس ايام ونرجع عند راجلي. اذا فيا كانت فاجئ انها قوسي كتعيط لبابا وكتقول ليه شوف ولدي ما بغاش، ما بقاش باغي بنتك. فراسك غنقول لك واحد الحاجه، جبتي ليا غير عقوسك كما تنقول، هي دارت وكيف هادشي كامل منين كنتي تطرالك هادشي، وفين كان هو؟ كان معايا، ولكن انا باش نعاود ليه ما كنعاودش، ما كنقول ما نخيبش الصوره ديال امو، ما نخيبش في عيني يعني. واصلا ولو نعاود ما عندي ما نعاود ليه، داكشي كيبقى بين العيالات زعما، كنقول راه ما كاين والو غير خصو ما عادي وغادي تدوز. المهم جيت لدارنا جلست، ملي وليت كنسمع في الهضره وداكشي، انا الحمد لله انني ما ولدتش، حيت كون ولدت غادي نتعذب، حيت كنسمع البنات اللي تيولدوا مساكن وداكشي المهم كيتجرجوا. جلست في دارنا من مور هذيك 5 جوغ دازت 15 يوم صافي، انا ملي هو ما سول فيا ما حتى شي حاجه، مشيت درت دعوه في المحكمه، درت دعوه في المحكمه ودفعت لقشيق، طلقت يعني دازو جلسات بوحدي فيهم. انت اللي طلقتي راسك؟ حيت انا كنشوف فيه هو ما سولش فيه، ما سولش فيه بتاتا، انا كنموت عليه وكنتصطع عليه وكنهبل عليه،
وشي دابا تفارقنا تفارقنا خويا وباقا وباقا كنضحي باقا كنضحي كتر من راسي. يا يا الحب كيعذب مولاه بزاف اخويا. لو انكم تعرفوا ان الحب بزاف شكون اللي اقوى فراسكم بان الحب والفراق اقوى بس من السحر، حيث الحب تخليك دير شي حوايج يقدر يسطيك يقدر يسهرك الليل يقدر يخليك بالجوع يقدر يخلي نعاسك ما هو نعاس نهارك ما هو نهار فرحتك ما هي فرحة عائلتك ما هي عائلة ما غيخلي الطعم للحياة. تفضلي. دابا انا اللي بقى فيا اكثر هو انني انا وليت كنلوم راسي كنقول انا سبب باش بابا وعمي ما بقاش عندهم علاقه. هادشي علاش انا من هادشي كامل بغيت نوصل رساله واحده ان زواج العائله كيكون مزيان ولكن الا قدر بنادم يتفادى زواج العائله. برافو عليك احسن جمله. كاين كي واحد المثل كيقول كيقول بعد من دم من دمك لا يطلعك. فوالا. المهم 2019 طلقت راسي. انا كنت ديجا خرجت من سيزيام اني قرايه صافي شفت راسي غنبقى يعني جلست في الدار فكرت في الانتحار فكرت في بزاف د الحوايج خايبه. جات عندي صاحبتي الله يخليها ليا والله يطول ليها العمر قالت لي يا ماري شنو غتبقاي ديري في الدار انت عندك مستوى زوين في قرايتك وعندك عادي. رجعت داك العام اخويا بدر لقرايتي قريت جيت انا الاولى في شعبة علوم انسانية ما شاء الله وهاد العام عندي باك ما شاء الله عندي باك لاتر ما شاء الله. وانا دابا كنقرا وانا غير هادشي تقل عليا وبغيت ما امنتشارك وبغيت نوصل رسالة واحدة. مرحبا. قبل ما نجاوبك نتمنى من الناس اللي تتفرجوا اسمحي لي قبل 4800 واحد كلشي يبرك على قليب كلشي 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 وكلشي 4800 يبرك على قليب باش ما يتبلوكاش اللايف كلشي يبقى يبرك على قليب 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 وكلشي بارطاجي غير في الجروب على الاقل باش اللايف ديالنا والعائله ديالنا انها تكبر. كذلك اللي بغاو يعاودوا القصص ديالهم يكتب لي دابا ميساج فهاد الرقم ديال الواتساب 0602078020 كتب لي شنو جوج سطوره شنو هو المشكل ديالك في جوج سطوره اللي عندهم مشاكل يستحقوا خطيره وباغيين يخويو محتاجين انهم يعاودوا هما اللي غنطلع اليوم غير اللي محتاجين انهم يعاودوا اللي تيشوف بانه عنده مشكل خاص الناس اللي تتفرجوا في اللايف انهم اليوم يسمعوه يشاركوا معاه الهم ديالو والحزن ديالو هو اللي يسرق لي دابا ميساج في الواتساب يكتب لي جوج سطوره يختصر لي القصه ديالو غير في جوج سطوره الخيانه او الغدره او النيف مهم اعطيني في جوج سطوره بان القصه ديالو صعيبه وانا غنصوني له. شنو اسميه ماريا ماريا يا ماريا خويا فضل تفضلي. ودابا انا مازال كنبغي ومازال كنقول نقدر نرجع ليه مره ما عرفتش شنو ندير واش ننساه واش نحيده من بالي واش ما عرفتش اخويا ما عرفتش هو ما عمرو اتصل بيك ما عمرو دار ما عمرو ما اتصل بيك ما عمرو شي حاجه اتصلنا كنتصلوا خزنا على والدينا وشنو بان لك باغي يرجع هو ولكن با والدي هو ما بقاوش بغاونا نكونوا مع بعضياتنا ولكن هو الا ضغط شويه وانت ضغطتي شويه تقدروا باك ما عمك هذه فرصه تقدروا تصالحوهم فحاجه زوينه انا تشوف حب بحال هكا بغيتك تنصحني يا خويا بغيتك تنصحني يا خويا نصيحه المهم انا كيعجبني كلامك كيدخل لي القلب وكيدخل لي ما بين اقسم يمينا انا المهم انت ما شاء الله اسم على مسمى بدر ووجهك البدر والله ييسر ليك في مسيرتك الله يوفقك والناس اللي تتبعونا واخا ماريا كاينين جوج حلول. نعم خويا كنسمع. اول حاجه انت ما جيتيش باش تعذبي ياك ما جيتيش باش تعذبي في هذه الدنيا فعندك جوج حلول الى ربي كتب لك انك ترجعي معاه عرفي عرفي اخي راه غيدير المليون الف سبب وإلا ما مكتابينش راه فيها خير
ممكن تعاودي تتزوجي وتلقي مره اخرى. فهضري معاه، ديروا السبب، قولي هضر مع والديك وانا نهضر مع والديا، ياك اخويا. وفي هذه الفتره يعني ما تفوتوش الشهر باش تعرفي من راسك من رجليك. الا فات الشهر وما داير ديك الساعه فكري باش انك تنسيه، ديري اي حاجه باش تنسيه. بعدي بلوكي سوبريمي تصاور سوبريمي من حياتك وبداي صفحه جديده. وإلا كان العنوان ديال الصفحه اللي قديمه الالم نبدلوه اليوم بفرح. إلا كان الماضي ياسا فالغدا امل، نقلبوا العنوان ونبداو من جديد. وشوفي شكرا، غنقول لك واحد الحاجه، الحديد تيرشيه السمان، الصلابه ديالو والقوه ديالو وتيرشى مع الزمان. حتى الحب يكذب عليك، الكاذب اللي يقول لك ان الحب تيجي مره واحده في الحياه. فالحب هذه قالها واحد الناس كانوا زمان ضعفاء ما قدروش ينساو، اما الحب تيتنسى. الى جا واحد احسن منه غتنسى. اما ديك المصطلح ديال الافكار ديال الحقه والحب تيجي مره واحده في العمر، هذه واحد مجرد واحد الفكره قالوها الناس ضعفاء دازوا. وإلا قلتي غتنساي راك غتنساي، قلتي صعيب غيجيك صعيب. مي حاولي. بصح ملي كنقول صعيب كنولي الناس ما تيبقاش يجيني صافي، يعني كنولي كنقول انا غادي نهرب ونمشي عنده، حيت انا في مدينه وهو في مدينه. شوف بزاف انا، ولكن كنفضل والديا، حيت الا مشاو ليا والديا ما عنديش عليهم. واش غنقول لك؟ نتمنى ب 5000 واحد كلهم قبل ما انكم تديو ماجي نديو معاكم. انا عارفك انت دابا اللي تسمعني محتاج انك تسمع هاد الهضره هادي 5200 واحد، انا عارفك باغي تسمع هاد الهضره. سير الله يفرجها عليك ويفتح لك بيبا الخير وينور لك طريقك ويخلي لك كاع اللي عزازين عليك. ويا ربي الا عندك غير ذره من الهم الله يفاجئك. وهذوك الناس اللي تينعسوا وطالع عليهم والدموع في عينيهم والحزن وكذا، حاجه ما تستاهل. الدنيا زوينه الا بغيتي انت تشوفها زوينه، هكا الحياه خاصك تكافح. شوف باش توصل للسعاده خاصك تنوض وتقلب عليها. السعاده ما تاتيش لعندك انت، خاصك توقف وتمشي تقلب عليها، قلب على السعاده. فاش غنقول لك؟ ما عرفتيش أن الله في سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له. شوف كل واحد فينا يكتب دعوة لهاد الناس هادو، وأي دعوة كتبتيها الله يعطيك لها بالمثل. فأنا غادي ندعي معكم أحسن دعوة، الله يرزق معني بكم في الجنة أنا وأنت وكاع اللي بغيتيهم. ماريا نتمنى من الناس كذلك هما أنهم يدعوا معك. الله يفرج لك. اسمح لي اسمح لي إلا خديت من وقتك. بالعكس بالعكس، نتمنى تعاودي تتصلي بينا ياك. غنعاود نتصل بخويا ضروري. حياتك ولات احسن صافي، وغتحاول ياك نتصل بك اخويا. قلت غتبدا تقلب بها السعاده ياك. صافي خويا، وعد هذا اعتبره وعد. وعد والوعد الحري، وعد الحري دين علي. دابا دا راه دين عليك. صافي شكرا لك ماريا على الاتصال. شكرا لك انت اخويا الله ييسر لك. مرحبا الاخوان، 5000 واحد اشنو وصلوا ل 10 في راسكم؟ عمرنا وصلنا ل 10000، وصلنا ديجا 5000. كل واحد فينا يبارطاجي في 5 ديال لي جروب ولا 10 ديال لي جروب. 5000 الا بارطاجينا في 10 ديال لي جروب نوصلوا ل 10000. شنو زعما الناس اللي تيخسروا الهضره والحمام ديال العيالات والسبان احسن من اللايف ديالنا؟ شنو هما عندهم ناس تيبارطاجي وحنا لا؟ هما زعما منتفهين، حنا ماشي عقول راقيه. بالعكس اجي نثبتوا بان هاد البلاد هادي مازال فيها ولاد الناس، مازال الناس واعيين عقول راقيه، تيهضروا بعقلكم بعقلهم اكثر من الجسد ديالهم. نتمنى من 5000 واحد كلهم بعدا تبقى تبرك على قليب قليب باش يطلع ونبارطاجيو في 10 ديال لي جروب. يلا انا نتمنى منهم وذهبتوا الى السجن. واحد الدقيقه اوي اوي بات مشالي الميساج ديال واحد ذهبتوا الى السجن بسببهم. واخا نحاول نقلب عليه انا. اليوم رانا اللي تنتصل الاخوان، اسمحوا لي رانا اللي تنتصل. اوكي نحاولوا نحاولوا نحاولوا. عافاك الناس اللي تيتصلوا راه غير انا اللي تنتصل. الله يجازيكم بالخير الله يجازيكم بالخير.
الله يجمعني بكم في الجنة، خليوني نعيط للسيد. مشى واحد السيد اللي كتب لي ميساج ديال سي جنة، مشى لي الميساج ديالك، مشى لي الميساج ديالك. اوكي فوالا، كلشي دير بارطاجي الاخوان، كلشي 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 كلشي. اي واحد دخل بقي برك على بارطاجي، بقا تكتبوها ليه في لي كومونتير اللي نسى فكروه. مساء الخير. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بك. نرحب بك الجنة خويا بدر. كيف الاحوال؟ خاصنا اللهم لك الحمد خويا بدر، راك عزيز وغالي وراني من المتتبعين ديالك، والله عز وجل يوفقك. اللهم امين. الله يسهل على كل واحد كاين معنا هنا. اللهم امين. انا عندي واحد القصه بغيت نشاركها معكم. واخا نخلي الصوت ديالك بعدا نبدل ياك، انا تنفضل اي واحد عيط وبغي يعاود نبدل. وعطيني شي سميه مستعاره من الاحسن. عثمان. عثمان، باغي تعاود لنا شي حاجه عثمان؟ اه خويا بدر. تفضل عثمان، عاود لنا القصه ديالك. السلام عليكم الاخوان. مرحبا. السلام عليكم الاخوان، معكم عثمان. انا كنت كن انا كنت في علاقه حب مع واحد السيده لمده خمس سنين. علاقه حب دوزت خمس سنين، وهذا علاقه حب كان داخلني فيها شويه الشك، ولكن الدافع اللي ما كانش كيخليني نشك هو انه اعز صديق عندي. كيخوني مع صاحبتي. بلاش باش نفهموا. دابا انت كنتي مع شي وحده في شي علاقه، كنتي تبغيها؟ اه. كان معايا صاحبي اللي كان امنوا عليها ديما، صاحبي خويا، كندخلو لداري كياكل كيشرب معايا. صاحبي اللي هو اكثر من خويا. قلت لك انا صاحبي كان في واحد الحاله اللي يعني كان ضعيف شويه ماديا. يعني هو كان كيشوف فيا داك الجانب ديال انا ديما احسن منه، وانا بالعكس. انا الحاجه اللي كنت كناخذها ليا خويا بدر كناخذها ليا. فهمتي؟ بعض الاحيان قسما بالله كنت كنشد فلوس، كنكونوا في كافي كنشد فلوس وكنعطيهم لهم تحت الطاوله، كنقول له نتخل خلصت انت وصرت انت، باش ما يحسش بالنقص حدا الدراري اللي كنعرفهم انا ولا في النيفو اللي زايد عليك. ديما كنكبر بها خويا بدر، ديما هاد الصديق ديالي انا كنقول لك اكثر من خويا. كندخلوا لداري كنعطيه حوايجي، في اخر المطاف كنكتشف بلي انه هو في علاقه غير شرعيه مع صاحبتي. كيفاش عرفتيها؟ الدنيا صغيرة خويا بدر. واحد العام كان عندي واحد صاحبي من هولندا. سبحان الله عز وجل كيفاش غادي يدير السبب. عندي واحد صاحبي من هولندا عيط ليا قال لي فينك هادي طاطا، قال لي انا جيت المغرب. هذاك الولد اللي من هولندا جاب معاه واحد الدري صاحبه، هو عائلة ذاك الولد صاحبي اللي كنقول لك وقع لي معاه مشكل اللي خلني مع صاحبتي. دابا واحد الولد صاحبي من هولندا انا ما كيعرفو حتى شي واحد، حتى هذاك اللي صاحبي ما كيعرفوش. جا معاه واحد الولد صاحبه من هولندا، ولكن داك الولد كيجي شي حاجه لهذا اللي اللي انا كنقول لك وقع لي مشكل مع صاحبتي. فهمتي؟ ربي كيفاش غايجي في السبب. عيط لي داك الولد قال لي فينك هذه، قال لي حكا انا في المغرب انا نبقى لي والو واحد اليومين ونجي لعندك لطنجه بحال هكا تا تا تا. قلت له واخا ماشي مشكل. جا داك النهار عيط لي قال لي انا في طنجه، عيط لذاك الولد صاحبي قلت له شمالك فين غبرتي كذا وهذه حكا بحال هكا، قال لي انا راه ودي جا واحد الولد من صاحبي من هولندا من عائلتي راه كندور معاه ونديه ونسالي. قلت له واخا ماشي مشكل. المهم دازت يومين ولا ثلاث ايام اخويا بدر كيتصل بيا ذاك الولد صاحبي محمد شوفك تا 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 تا. كنقول والله مع الشغالات وداك الشيء ما قدنيش الوقت. فهمتي؟ الو شنو غيوقع؟ غيوقع هو ان داك الدري اللي من هولندا معاهم دابا هاد الولد صاحبي اللي كنقول لك انا صاحبي راه معاهم هو يعني حتى هو معاهم من طرف داك عائلته اللي جا مع ولد صاحبي اللي مع داك الدري اللي من هولندا. واش فهمتي دابا لا سيتياسيون كيفاش دايره؟ فهمتك. دابا واحد الولد من هولندا صاحبي هو، وهاد الولد اللي خاني مع صاحبتي حتى هو صاحبي، ولكن عنده واحد عائلته من هولندا تصيح جاب السبب سبحان الله العلي العظيم. المهم دازت ثلاث ايام عيط ليا قال لي المهم في ذاك الوقت كنا مازال يعني هذا الشيء اللي كان عاود لك دابا راه دازت عليه تقريبا مده 10 سنين اخويا بدر 2010. ايه شحال الجرح قديم يا صاحبي 10 سنوات والله عمرني ما عاودت اخويا بدر. وديما كنقول غادي 10 سنين اخويا بدر 10 سنين دازت. كمل. عيط جا ذاك الولد من هولندا وكذا وهذه قال له حكا راه بغاو يقصروا وينشطوا هذيك، وانا معروض ذاك النهار نمشي لعندهم. المهم مشيت قالوا له المهم تاع عارف خصنا الدريات هذه هذه راه دوك جوج بيهم من هولندا وهذاك راه ولد مدينه كيعرف داك الشيء اللي كاين. فهمت؟
جابوا الدريات جابوا هذا ويجيب صاحبتي اللي هي صاحبتي انا. وايلي اه قسما بالله خويا بدر صاحبك جايب صح جايب باغي الدريات صدق جايب صاحبك انا جيت تبرهم اليوم ماشي سوق انا فيهم ولكن انا كنقول لك فاش جيت انا تما اييه انا جيت مع 8 د العشيه اها دخلت لك الدار عيطوا لي فاش دخلت لقيت اخويا بدر جوج بنات ما كنعرفهمش اللي جابهم هو وداك الدري صاحبي اللي من هولندا وداك لا فامي ديالو حتى هو ما كان دابا هو ما عرفكش راك جاي ما عرفنيش باللي انا واو 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 تش ما كيعرفنيش انا عيط لي داك الدري صاحبي اللي من هولندا انا درك كنمشي لعندو الفيزا كنمشي لعندو فهمتي يعني كي كونتاكت بيناتنا ولكن هو ما جابتوش الصدفه ولا فرصه باش نجلسوا مع داك الولد صاحبي اللي من هولندا ولا ديجا لقيتو شي مره معاه ولا فهمتي ما جابتش الوجبه انا في داك لومومون اللي ندخل للدار نكذبش عليك كان عن جاب التنافح جاب الشراب جاب كذا كنا مازال حومق جلسنا بحال هكا مريحين شكاش في عمرك هذيك الساعه شكاش في عمرك هذيك الساعه انا حاليا اخويا بدر عندي 34 عام اها وديك الساعه في ذاك اللاج هذاك كانت عندي 23 24 اها فهمتي هذا مواليد من نفس 87 انا مواليد 87 اها ما شاء الله كانت عندي 24 المهم كنت باقي يعني في حالة اللي كيعيشها أي شاب في حالي بحال أي واحد كان شربوه كان نفحوه الله يسمح لينا دابا عفى علينا الله الحمد لله الحمد لله أي واحد كيدير الغلط أي واحد كيدير تجربة أي واحد كيدير واحد الإكسبيريونس في حياته ما علينا هذا ماشي هو الموضوع ديالنا خويا بدر قلت ليك صاحبي وصاحبتي كانوا في البيت كانوا في البيت الداخل المهم كانوا في البيت كيديروا شي حوايج باش يسكنوا المهم لا لي ديك أنا جلست لقيتهم حاجه والله العظيم كنعاود لك نيشان جلست لقيتهم كينفحوا واحد الطبسيل مالس قلت لهم انا هذا الطبسيل هذا راه ما كيطلقش لكم هاي وانت راه دخلتي عندهم مازال ما عرفتيهمش راهم كاينين حتى هما في نفس الدار لا هما كاينين في البيت اخويا بدر وهما ما عارفينكش راك انت لا ما عارفين والو اخويا بدر تصور جلست 20 دقيقه نط قلت لهم هذا الطبسيل اللي كنفحوا فيه انا نعاود هكا قلت لهم هذا ما يطلقش لينا السيرفيس قال لي الاخر سير للكوزينه وقلب لك على شي طبسيل مشيت فعلا للكوزينه داك المشيه اللي مشيت للكوزينه دزت من حدا ديك الباب داك الباب ما كانتش مسدوده كانت محلوله شويه جا يعني عيني جات في داك البيت يعني غض الباصه يعني كاين شي واحد اخر تما القلب ديالي خويا باطر حق الرب العالي العظيم نضر فيه الضوء واش مازال ما شفتش مشيت دزت من حدا ديك البيت بحال ضربني الضوء مشيت الكوزينة هزيت جبت واحد الطبسيل جبته جلسنا في داك الصالة عاوتاني شنو نقول لك اخويا بدر طلقت واحد جوج الشرطات نفتحت بقيت جالس بحال هكا شنو غايقول لي يا عقلي اقسم بالله اخوتي كيفاش نط من داك لي فوتوي اللي كنت جالس عليه وكيفاش مشيت لذاك البيت وحليت الباب ودخلت عليهم اقسم بالله ما عارف الى يومنا هذا كيفاش مشيت كنقسم لكم بالله وقسما بالله الا مشيت لذاك البيت نط اخويا بدر من داك الصاله نط هكا عينيا مسدودين دخلت لذاك البيت فتحت الباب ودخلت عليهم ما عرفتش كيفاش وقع لي قسما بالله كنعاود لكم سبحان الله هكا ما عرفت داك الشعور اللي جاني كيفاش انك نوض وشوف شنو كاين في داك البيت ما عرفتش منين جا ولكن المشكل ماشي تما خويا بدر المشكل هو انني انا كنت غنموت في داك البيت كيفاش فاش دخلت البيت وشفتهم انا تصور انسان واقف كيشوف داك الشيء ولكن في واحد الحاله غايب ما عارفش ما مستوعبش عقلي كيفاش جيت لهنا وكيفاش درت داك الجاست فهمتي شنو غايديروا الصدمه ديال هذا صاحبي وهذه الانسان اللي تنبغيها بجوجهم كاينين وما ما كنتيش متوقع انت تولد ساعه جالس في الدار وما فاهم والو دابا المشكل كبير انا مازال دابا 10 سنين كنقول انا علاش كيفاش نطت انا من داك الصاله ومشيت للباب وحليت الباب ودخلت عليهم البيت ولقيتهم في داك الحاله المهم علينا انا فاش دخلت لذاك البيت كانت تما واحد الطبسيل فيه تفاحه وبنانه واحد كيوي ولا شي حاجه بحال هكا من داك الموس ديال الفروته داك الماضي ديال 3 دراهم انا فاش دخلت في داك الموقف هكا وباي الله بغيت ندوي أيشد هو ذاك الموسى خويا بدر ضربوا لي في قلبي واو 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 واو
قسما بالله خويا بدر. واو راهو يقتلوني تمايا. واو واو ديك الوقفه اللي انا بغيت كنقول له شنو هذا ودارها مور ظهره قال لي تقرب تقيسها ندبحك. انا بغيت غير نقرب عنده ولا شي حاجه هو يخشي فيا داك الموسى خويا بدر ديال الفروته قسما بالله. انا راه مشيت 40 يوم كوما من مور داكشي باش تعرف. انا قلت لك القصه ديالي دات بيا الموت وادات بيا الحبس. كيفاش دات بك الحبس؟ انا دابا انا نكمل لك. انا فاش ضربت في داك اللحظه ضربتني ضربني بالموس زات هي واحد لامباره ديال الضو. عرفتي شنو هي لامباره؟ عرفت عرفت داك الحل بازا ديال الضو اللي كيكونوا ديال النحاس كيكونوا ثقال. ضربتني بها من الراس غربت وقطعني في اليد ديالي. بغاو بحال بغا يقطعوني يعني بحال بغاو يساليوها معايا. شنو دار؟ داروا ما فيا ما بغبت. انا غبت صحبت سدوا الباب وخرجوا من الدار وهربوا. انا كنموت والدم كينزف مني. القلب ديالي قال لي الطبيب كيكون عمر فيك غلط. كنت ضربت في الزنقه كنت نموت. كان عمر فيا الاكسجين كنت نموت. الحمد لله جاتني الضربه في البيت. تضربت اخويا بدر سدوا عليا الباب ديال البيت هربوا. هادوك جوج دراري من هولندا ما عرفوا والو ما فهموا والو فهمتيني. جا البوليس جا داك الشيء هزوني مشيت للسبيطار. انا كنقول لك بقيت 40 يوم كوما. جاتني الضربه في الراس كان غيوقع ليا نزيف داخلي والقلب ديالي استقبل ليا ميلم. داك الموس قاصني في قلبي ميلم. الحمد لله يعني ما دارش اضرار ليا كبيره ولكن والله العظيم لقيت 40 يوم كوما. 40 يوم كوما خويا بدر 40 يوم انا كوما. عاد حليت عينيا شفت الموت. صافي ديك الساعه جا عندي البوليس قلت لهم ما نقدرش نهضر. قال لهم الطبيب الله ما يقدرش يهضر دابا. هذه اول حاجه كنفكر انه الا قلت هو مشكله فهمتي. والا خمس سنين راه الدار كلهم عارفين واحد فاش كيكون داير علاقه وسيختو اللي كان دايرها مع بنتهم فهمتي. كتولي مفروشه ما عنديش الوجه باش نواجه. شنو غنقول؟ فكرت مزيان. كان عندي واحد البوليسي صاحبي وكيعرفني وكيعرف عارف كل شيء. قلت له انا يا ودي ها اللي خاصني وها اللي خاصني وها اللي خاصني. راه ما بغيتش نجبدهم وما بغيتش الحبس وما بغيتش داك الشيء هذاك فهمتي. خاصني نشول الشوكه بلادهم. درت في المحضر بلي انني انا كنت في البيت وبغاو جوج شفار يدخلوا من السترجم باش يدخلوا يسرقوا الدار. لقاوني تمايا وضربوني بالشفره وهربوا. هادشي اللي درت في المحضر. ما تكرتهم لا هما لا صحابي ولا هادي. ولكن من مور داك الشيء فكرت ننتقم اخويا بدر. فكرت ننتقم. اول حاجه قلت غنخسر ليها وجهها وهو غنخسر ليه وجهه. هادشي هادشي راه ما نكذبش عليك. انا ماشي كلوشار ولا ولد الحرام ولا انا عمرني ما هزيت حتى الموس. ولكن ما كاينش شي حاجه اللي غتبيض ليا على قلبي الا ما درتش هكاك عرفتي. واحد الشمته ولا واحد الحقره ولا ما عرفتش كيفاش غنوصفها لكم اخوتي. داكشي اللي كان مور 4 شهور من خرجت بقيت شهرين بقيت هكاك. كنعس على داك الولد صاحبي ما كنلقاهش ما كنلقاهش اخويا بدر. ما خليت فيه قلبت عليه ما كنلقاهش شهرين قسما بالله العلي العظيم. تصور واحد النهار كنت ناعس بالليل نعست ضربتني الفيقه قلت غادي نخرج البالكون ونكني واحد الكار. داكشي اللي كان نط من بلاصتي مع نط مخلوع عرقان ما عرفتش بحال شي كابوس بحال شي حلامه. داكشي اللي درت اخويا بدر نط البالكون كميت واحد الكارو ويبان ليا صاحبي جاي. حطات واحد الطوموبيله الفوق في الراس ديال الشارع فين ساكن انا. حطات واحد الطوموبيله سكران بيله اخويا بدر. وانا كيبان ليا شدتني الرعده شنو غندير ما لقيت ما ندير. بان ليا غير واحد الزوار ديال الحسانه ديال الواليد داك اللي كيجي من الحديد ماشي جيليد واحد اليد ديال الحديد وتيديروا فيه الراسه اخويا بدر.
هذاك هو اللي بان ليا داك صافي هذاك هو اللي بان ليا هبط شديت داك الزيزوار والله العظيم العظيم الى هكاك مازال بالشعر ديالها حسن ديال الواد وجهه ولا شي حاجه صافي هبط خليته داز حدا دارنا هو داز وانا جيت من اللور ودبحته واو قسما بالله اخويا بدر ذبحته من وجهه اي 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 ذبحته من وجهه اخويا بدر ما نقول لك اللي كان ما عنديش نخبي عليك نقول لك لا داب زعما ذبحته من وجهه والله يرحمه في هذا النهار هو راه ما ماتش بسبتي هو دوز شهرين من مور داك الشيء عاوتاني ولا شي 3 شهور دار واحد لاكسيدون كان هو وشي دراري وكانوا سكرانين كان هو سايق طرطق ليه الديريكسيون في القفص الصدري ديالو مات دار واحد لاكسيدون خايبر طن جا ومات نسي وهو في داك فداك المده هذه ما عرفش شكون ضربو اخويا بدر ما كانش كرام مع جاتو الضربه هو مشى ديكلارا بيا كيقول للناس باللي انه انا صيفط ليه شي ناس بغاو يذبحوه كدا ما عندوش حجه عليا انا ضربته درت من الزنقه من اللي انا رجعت من اللور دخلت للدار معايا كان سكران بيلا ما عرفش شنو كاين جيتو من اللور يعني الدغيه جاني ديكلاراسيون باللي انني انا اللي صيفط له شي واحد بغا يذبحوه ما كاين لا حجاج ما كاين لا دلائل لا والو قلت لك بقى شي شهرين ونص ولا بحال هكاك دار لحق واحد لاكسيدون ومات الله يرحمه في هذا النهار ربي تسمح لنا ليه ولا سمح لنا هو هذاك ما سمحناش نتحاسبوا عند الله انا عارف راسي راه مازال نتحاسب معاه ولكن ما بقات ليا هي خويا بدر قالت لي هي اصلا كان الاخر ديال العام كان عندها سيزيام ولا لا سيزيام هاك العام جي عند الباك صافي مشى الحال مع الصيف ما شفتهاش بقيت صابر 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 تسنيت ليها حتى لشهر 9 هادشي اللي كان وقع بيني بين هاد السيد صاحبي الاول اللي ضربته راه كان في شهر 4 ولا في شهر 3 بحال هكا هي ما بقيتش كنشوفها ما عندي كيفاش نشدها صافي تسالت المدرسه بقيت صابر 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 احتاج شهر 9 ورجعت تقرا الباك ديالها في واحد الثانويه هنا وصافي وكنت داير كونتاكت مع اللي كيقراو معاها راني استعملت الزمن ديالها فوقاش كتدخل فوقاش كتخرج صافي واحد النهار اخويا بدر الله العالي العظيم بدات كنشرب ليله وعارفه انها في الصباح هي قاريه صافي في الصباح اش غنقول لك بقيت تعساس مع باب دارهم هي عندهم دار مستقله ما ساكنينش في لابارتمون ولا في شي حاجه بقيت تما الليل كامل كنشرب كنقول لك في الطوموبيل صافي في الصباح مع هذيك السبعه مشيت ستاسيونيت حدا دارهم بقيت كنتسنى كنقول يعني من السبعه قريه للثمانيه ميم با غيكون مازال ليها ساعه بقيت السبعه السبعه وربع السبعه ونص المهم ما خرجت حتى الثمانيه قل قسمين جات حتى ديك السبعه وخمسين دقيقه عاد خرجت من الباب انا كنت واقف مع الباب صافي غير سمعت الباب تحل لا تبقى تخرج وانا ندخل معاه انا غير هي حلت الباب تخرج كنت انا واقف مع الباب غير حلت الباب انا تلاحيت معاه طحنا انا وياه في الدروج عاود ضربتها في وجهها خسرت لها شي وجهها حتى هي وجهها ومشيت للحبس واي اي اي اها اش هذه الحبس دوزت تقريبا شي 9 شهور ديال التحقيق وخلصت 40,000 درهم ديال الكفالة باش خرجت بصروح مؤقت أعطوني صروح مؤقت أبخيت 9 شهور دوزت طلبت صراح مؤقت من المحامي وداك الشيء أعطوني الصراح قبلوا لي الصراح يعني فاش كتكون في حالة صراح راه ما يمكنش يردوا كيكون مازال لك استئناف مازال نقد الإبرام الواحد فاش كيخرج صراح راه عمره يرجع صافي بقيت في الصروح كنتقابلوا أنا وياه درنا تقريبا شي 9 ديال الجلسات من مور ما خرجت بقيت انا وياها طالعين هابطين عام وسبع شهور ديال الجلسات حكمت عليا المحكمه بخمس سنين سجنا موقوف التنفيذ صورتي وعطاو لي الغرامه الماليه ديال 18,000 درهم وخلص لي هذيك التعويضات ديالها وداك الشيء كلشي مشى لحال هادشي اللي وقع خويا بدر هي قصتي معاك ولكن شنو كما 6,600 واحد يسمعنا شنو تبغي تقول لهم على هادشي على النقطة واحد تفضل اسمح لي نقطعك اخويا بدر اه شفت سبحان الله العلي العظيم ياك خمس سنين وهما كيلعبوا من ورا ظهري ياك اه دي فوا كيجيونا شي لقطات مثلا كنشكوا فيهم
نقود الثقه اللي كنديروا في الواحد ولا هادي كنقولوا لا حكا ما يمكنش الا هذاك راه بحال خويا ولا فهمتي ولا شي مره مثلا شفتو هو هز شي لعيبه بشي بشي بشي, بشي بلاستيكه ولا شي كادو ولا شي حاجه وفي التالي دازت هي ولا لقيتو عندها شي مره كيتخلك داك الشك فهمتي ولكن في داك المومون هذاك ولا في ديك السيكوند اللي انا شفتهم تصور عقلي رجع المليون الف حاله دازت بغرض عينيه فكرتها في جزء من المئه فهمتي كيفاش دابا شحال حاجه انا كندخل لي فيها الشك كنقول لا ولا فهمتي كنكذب راسي نهار شفتهم هكا في البيت وفي داك واحد جزء من المئه رجع داك الشيء اللي كامل داز في 5 سنين وكندخل لي فيه الشك تفكرته في سيكوند داز لي هكا بغرض عيني نهار ديال الكافي نهار ديال هادي نهار ديال كارو ديال هادي نهار هادي نهار هادي كلهم تفكرتهم جزء من المئة أنا تغدرت بزاف أخويا بدر أنا عمري نسى حياتي كاملة ولكن الحمد لله مي النصيحة للناس اللي تيسمعونا اسمعوا اسمعوا بالمناسبة 6000 نتمنى كل شيء يبارك على قليب الله يجازيكم بالخير كل شيء يبقى يبارك على قليب قليب جزاكم الله ألف خير الله يسهل عليك كل ما صعب وينور لك طريقك أنا المربما نقول لكم واحد الخلاصة هذا رأيي حتى واحد في الدنيا ما يستحق أنني نضيع حياتي على قبله وعمر أنني كنت ننتقم من شي واحد وواحد اللي بغيتي تنتقم منه نجح نجح في حياتك اللي بغيتي تنتقم منه انساه اللي بغيتي تنتقم منه ما تسوقش ليه كاين عندك احسن انا ندمت انا ندمت اخويا بدر من موتك شي ولكن ولكن واحد الموقف اللي هو خايف صراحه انا قلت انا عمرني ما حاليا الحمد لله ما بقيتش تشرب ما بقيتش جاش كميمه والو لا لا الحمد لله والحمد لله على كل حال الحمد لله واش غنقول لك نصيحه نصيحه اللي نبغي نقول نصيحه اللي نبغي نقول نقولها سيرتو للبنات شوف اختي واحد الانسان ما عندك به غرض ولا دايره قنطره كيف ما كنقولوا حنا ونهضروا حتى على الدراري بجوج لا لا انا لا غنهضر على الواد وعلى البنت دابا انا مشكل اللي وقع لي يعني مع البنت عاد نهضر على الصحاب يعني كنقول انا البنات الله يجازي بكم الله يجازيكم اخوتي البنات الا كتعرفوا واحد وما خصكمش منه وجهوه نيشان قول له خويا راه ما بغيتكش ولا خويا انا ما خصنيش منك انا ما كنهضرش على كل شيء الحمد لله كاين بنات الناس وكاين بنات الاصل وكاين والحمد لله رحمه الله عز وجل ما كتقطعش حنا ما غنقولوش كل شيء خايب حنا كنهضروا على واحد الفئه معينه كنقول لهم الله يجازيكم بخير ولد الناس ما كيدلاش تعذبوه ولا تكرفسوه ولا تبروفيتيو فيه الله يرحم لكم الوالدين بغيتيه قول له مرحبا ما بغيتيش اجي هنيشان فهمتيني راه ما كاينش احسن من الصراحه ايوا اش غنقول لك والصحاب صحاب كنقول لهم الله يهديكم تفكروا العشرة الواحد ملي يدخلك لدارك ويوكلك الخبز ديالو غتفكر غير داك الخبز اللي كليتيه معاه سواء للبنت ولا للولد راه هاد المشكل اللي وقع ليا انا كيوقعوا حتى للبنات كيديو صاحبتها كدير ليها راجلها وبزاف د الحوايج انا كنقول لهم تفكروا غير الخبز اللي كليتو الطعام اللي شركتو بيناتكم تفكروا غير هذاك كافي ونتمنى من الله عز وجل نكون خفيف الطريف عليكم شكرا ليك عادي عادي مع 10 سنين قسما بالله 10 سنين عمرني ما طلعت لشي برنامج وعاودتها وانا من المتتبعين ديالك ديما كنتبعك الله يكبر والله ولكن والله. اليوم مرحبا اليوم والله العظيم الا قلت والله حتى نخوي لكم قلبي مرحبا وهذه واحد الاكسبيريونس دازت عليا وما نبغيش واحد اخر يطيح فيها وخويا بدر الله ينورك بالعكس شكرا لك على الاتصال ديالك ميرسي ليك تنشكرك بزاف على الاتصال شكرا خويا بدر نتمنى من 5800 واحد كلشي يبقى يبارك على قليب وبارطاجي بارطاجي على الاقل في 10 ديال الجروب 5000 قادرين نوصلوا هذا اللايف شنو زعما الناس اللي تيخسروا الهضره احسن منا الناس اللي تيديروا التفاهات احسن منا شنو زعما هما عندهم ناس تيبارطاجيو وحنا لا بالعكس اجي نتمشوا لهم بان حنا عندنا عقول راقيه كذلك انت الا بغيتي تعاود القصه ديالك بطبيعه الحال صيفط لي ميساج دابا في الواتساب كتب لي بان اعطيني الخلاصه ديال القصه ديالك في جوج سطوره في جوج سطوره غندوزو غير القصص اللي هما صعاب القصص اللي صعاب فقبل ما انا ندير الله يفتح لك بباب الخير وينور لك طريقك ويبعد عليك كل الهم ويخلي لك ميمتك والله يلاقينا في الجنة أحسن دعوة نقدر نسمعها سير الله يلاقيني بكم في الجنة مساء الخير مساء النور مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام
شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ أمينة. تظني أنا القصة ديالك صعيبة، خاصك تعاود. ضروري. تفضلي أمينة، حنا تنسمعوك. تفضلي. أنا قصتي بدات ملي عندي 6 سنين. 6 سنين؟ وي 6 سنين. تفضلي. بعدي شوية الميكرو على فمك. بعدي شوية الميكرو على فمك باش نسمعوك مزيان. اوكي دابا مزيان. تفضلي. قبل ما نتعاود القصة، كلشي بقى بك على قليب، كلشي بقى يبرك على قليب 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 قليب. الله يجازيكم الخير. كملي لنا أمينة. ملي كنت عندي 6 سنين، يعني أنا كنت كنا جوج بنات عند الوالد، ما عندناش الأخ ديالنا والوالد ديالي، كان واحد ما عندوش الأخ ديالو، يعني الولاد العائلة، الناس من العائلة، يعني حركة عارف الطمع ما يدير. يعني الناس، يعني أنا كنظن يعني ملي كبرت واستنتجت داكشي اللي طرا ليا في حياتي، لقيت بأن داكشي كامل على الورد، حيت في الأخير استنتجت بزاف. كانوا كيوصيو علي واحد الدري، يعني يلاه عندي 6 سنين ديك الساعة، كنمشيو كنا في سميتو كنمشيو للجامع كاملين، يعني ولاد البلاد كيمشيو للجامع. انا يعني داك السيد ديما كيتبع، يعني ديما فيما مشيت ما مازال ما دخلت للدراسه، يعني ما وعقلي لحد الان بحال الى اليوم طالي داك الشيء. يعني فيما مشيت السيد تابعني، فيما مشيت كيتبعني. واحد النهار سخرتني واحد السيده للحانوت، مشيت نتقضى ليها بحكم عندنا الامان، مش عندنا سميتو كاين الامان صراحة، ولكن أنا يعني كنت هدف وداك الدري ماشي كبير، هتكون عنده ديك 16 عام تقريبا. شدني يعني مشيت للحانوت تلقى معايا وشدني شدني، دخلني لواحد الدار خاوية، يعني ما فيها حتى شي واحد، يعني خربة كما كنقول. ست سنين. شدني دخلني لديك الخربة، وبغي يعني كيقجني، ماشي بغي يتعدى عليا، حتى أنا مازال كنعقل بأنه بغي يقتلني. واش هذا بغي يغتصبك؟ يعني فرق بيناتهم بجوج؟ لا حيت هما فكروها بغي يغتصبني، هو ما بغاش يغتصبني، هو بغي يقتلني، حيت أنا ملي كبرت واستنتجت داك الشيء عرفت بأن ما كانش بغى يعتدي عليا، بغى يغتصبني، ولكن كان قاتل، كان محاولة قاتل، يعني بغى يرتكب فيه جريمة. شحال حمرا انا دابا حاليا عندي 33 عام. هو فاش كان شحال حمرا؟ هو كانت عنده تقريبا 15-16 ديك الساعة. كملي ليا. انا 6 سنين، يعني انت 6 سنين، يعني يدو فوق عنق يدو جمع بهم لدرجة ملي داوني للسبيطار، لقاو القرجوطة ديالي، يعني هاد سبيتو القرجوطات شوية مزاقلين، فهمتيني، أما الإعتداء ما كاينش، يعني ما حيد لي حوايجي ما والو، احتراما للناس اللي كيسمعو. هو بغى يقتلني، ما عليناش، يعني دار هكا لا الدري. كيفاش كفكيتي منو؟ كيفاش شافك شي واحد جاو تلقى غير فات؟ الحمد لله انا اصلا واخا كنت صغيره، يعني كما كيقول واعيه قافزه، يعني انسانه فهمتيني، كان غوت وعضيت فيه غوت، وجاب الله شي عيالات دازو كيسمعوا الغوات. ملي دخلوا لقاوني في ديك الحاره، فهمتيني، حيدوني منو وصافي، جات العائله والوالد داوني للسبيطار باش يديروا سميتو، حيت بحكم هو كان قريب ليا من العائله.
يعني انا اللي بقى فيا بانني مخدو لي حقي، فهمتيني؟ صافي داز تقريبا مورا داكشي دازت ما غتكونش عام، ما غتكونش عام تقريبا، جينا انا وبنت الجيران والخوادريا ديالي خرجنا من الجامع، جينا جينا للدار رجعنا ديك مو اللي صلاو الناس العشاء كنخرجوا من الجامع حكم حنا كنقراو وعندنا الامان، ما كاينش عندنا داك الشيء في البلاد ديالنا، ما كاينش عندنا داك التخربيق، كلشي الناس كيحتاموا بعضياتهم. جينا للدار رجعنا للدار، كاينه واحد اللي كنبغيو ندخلوا مع الزقه ديالنا، كاينه الظلمه. كنعاود لكم هذا الشيء وانا في الباديه ماشي في في المدينه. يعني كنا درنا انا واختي، انا كنت في الوسط، بنت الجيران في الجهه واختي في الجهه، وشد بنت الجيران، بنت الجيران غير شدها هو في الظلمه. اسمحي لي انا نقطعك بعدا على هادي، بزاف ديال الناس غير باش تكونوا عارفين هاد الصوت هذا راه ماشي الصوت ديال حتى واحد، ما تيطلع الصوت الحقيقي، باش تكونوا عارفين هاد المعلومه باش ما تمشوش غلطين، لان بزاف الناس يقولوا قلك ما تسوش باش واحد الدقيقه باش تفهموا بان الصوت يتبدل. واحد دقيقة هدري عافاك شي جملة. السلام عليكم. زيدي هدري شي جملة أخرى. مهم شو تتبدل كيش تتعرفش يعني الناس اللي تبغيو يطلعوا راه الصوت ديالكم ما تتعرفش، ما كاينش اللي تعرف الصوت ديالكم نهائيا، ما تعطيو لا سميتكم لا صوتكم لا والو، كاع الناس اللي تطلعوا راه الصوت مبدل باش تكونوا عارفين هاد القضية. اسمحي لي كملي القصة ديالك عافاك. المهم شد ديك بنت الشيران شدها وخوتات وهربنا حنايا انا واختي، هربنا وخرجوا الشيران وحكم ديك الساعه ما كانش عندنا الضو، ما كانش الضو كاع في الباديه، ديك الساعه مازال ما وصلنا الضو، خرجوا الشيران شي هز بيل شي هز ديك لامبا، قالت لي زعما راه انا بنت 88 عام، بنت 88 صافي هربنا من اللي دار، تلاقى معاه الفقيه ديال الجامع صافي، وجاو ولاد الجيران كيجيو باش يشوفوا شكون دار لينا هكاك، تلاقاو مع الفقيه ديال الجامع، قال لهم تلاقيت مع فلان هو اللي دايز من هنايا، صافي عرفنا بانه هو. انا كنقول للوالد ديالي انا هذاك راه بغى يقتلني، كيقول لي الوالد ديالي ما كانش اللي غيقتلك، نقول لي انا هذاك وصى علي، واخا صغيره عقلي كان ديما خايفه ديما، يعني عمرني ما كنت مرتاحه. صافي بس واحد المده يعني كبر هو وانا كنقرا تقريبا كنقرا في الثالث، قال لي انت شي نهار غنصفيها لك، فهمتيني؟ قالها لي النيشان فوجي، قال لي غنصفيها لك غنقتلك، قلت له علاش اش درت ليك؟ قال لي غنقتلك. صافي بحكم جيت مشيت فواحد العوطه، مشيت عند لافامي ديالي، وكنت كنعاود لافامي ديالي شنو كيوقع ليا، يعني رجعت مكة في البلاد ديالي، جاب الله هو وعائلته رحلات من تما، رحلوا من تما مشاو لواحد المدينه بعيده. الحمد لله، قلت الحمد لله ماشي مشكل، فهمتيني؟ ولكن ديك العقده بقات معايا حتى دابا، وصلت كنقرا لا مشكله، راه ماشي هو، راه كان غير كيوصيو عليا، ماشي هو اللي باغي، غير ناس اخرين كيوصيو عليا، فهمتيني؟ كمل. وصلت لكاتريان، المهم دوزت ديك ملي كنقرا في الرابع حتى لكاتريان، فين قالوا هادي خصنا نهرسوها، ما منفعت معاها حتى شي حاجة، وكنت أنا كنت قاصحة شوية، حقي ما نسمح فيه، حاجة طراتني يعني ما كنتش ديك الإنسانة اللي حاضرة راسها صراحة، كنت قاصحة مع كل شيء، ولكن داك الخوف وداك ما سميتو كيرجع ليا غير بالقسوح، يا ما كيرجعش ليا بأنني نخاف ونحضر راسي. وصلت كاطريام يعني، وكنت كنقرا يا صراحة كنقرا، كنت كنقرا مزيان يعني.
تما فين هرسوني. ديك اللحظة أخير ديال كاطريام ديالي يعني غندوز الامتحان ديال الجهاوي دار الوالد ديالي أكسيد. تما كان عندي لأنني في السن المراهقة واحد السن اللي يلاه كنطلع يلاه كنحس. النهار فاش مات الوالد ديالي في النهار ضربوني بالصاعق واحد الهضرة اللي حتى واحد طعنوني في شرفي. مسكين طعنوني في شرفي كيدعو لي العائلة ديالي اللي كنت بغيتهم يوقفوا معايا على اش على ود الورد باش نكرهو باش الوالدة ديالي تخرج من تما وتخرج من ديك تخوليهم كلشي فهمتيني. قالوا لي راها حاملة وانا فداك اللاج فداك اللاج ما عرفت فهمتيني ما عندناش داك الشي ما عندناش يعني. وكن في البادية أغلى حاجة عندنا كنت هو الشرف ديالها واخا تكون صغيرة. صافي كلشي تقلب علينا كلشي كيسولنا اش خلانا اش خلى لينا الوالي اش خلاش ما خلاش هز اش ما هز. المهم دخلوا لنا شي مشاكل للراس بعدين عشان مرت فيها 3 سنين كنطيح يعني كنطيح ما كنقدش من اهي مسكينه ما كتعرفيني غتبدينا على 3 سنين ومريضه. قبل ما نكمل لك قبل ما نرجعوا في الثامنه ديالي في التسعه ديالي كانت صاحبتي دايرين العرس العرس وعرضت علينا وتما عطاو لي السم. مازال ما مات الوالد مازال ما مات الوالد مازال الوالد كان على قيد الحياه. كنت انا وصحاباتي معروضين عن صاحبتي كتقرا معانا ودايخوها العرس وكنا مجموعين ووصاو عليا فهمتيني يعني بغاوكم بغاو يقتلوني يعني نموت يا نموت ولا لا يا نموت. واش عرفتي انا هما اللي يقولوك السم ما فهمتش باش عرفتي حيت ما حيت انا ما عندي عاده ومع حتى شي واحد فهمتيني ما عندي عاده ومع حتى شي واحد كلشي الناس عزيز عليهم يعني كلشي الناس عزيز عليهم يعني هما راه كيضربوني في وجهي بهضرتهم يعني خرجت عطاو لي السم في كاس اتاي واش كتصدقها كاينين الناس دايرين بحال هكا. خرجت 3 ايام ما كنوض من فراشي ما كنهضرش 3 ايام فهمتيني 3 ايام نعست في السبيطار 3 ايام ما كنهضر ما والو. غسلوا لي المصار ديالي اشنو هو البيكرو كاين شي واحد غياكل في الحلوى غير انا اللي كاينه في داك العشاء باش ناكل الميكروب في داك الشيء يعني راه كنت مع الناس فهمتيني. قالوا لهم كلات الميكروب قلت لك 3 ايام ما كنهضرش 3 ايام النطق ديالي ثقيل يعني رجعت انا عرفت راسي غيصفروها ليا بس تسميتهم اللي ما قضى معاهم داك الشيء كامل والو. طعنوني في شرفي في اللحظه فاش ماتوا فالنهار فاش توفى الوالد ديالي النهار فاش ضربوني بسميتو وشكون ضربني بسميتو عائلتي راها حامله راها دايره راها فاعله باش الوالده ديالي ترجع باش تخرج من داك البلاد باش تقوي لهم البلاد وتخلي لهم كل شيء. بعدين هاش قلت لك 3 سنين وانا مريضه حتى واحد ما كيطلع عليا حتى واحد ما من غير الوالده ديالي من غير الام ديالي هي اللي كتهزني يعني ماشي غير مريضه يعني طايحه الفراش كيهزوني وكتهزني مسكينه تغسل لي تعطي لي الماكله 3 سنين فهمتيني يعني كنت في واحد الحاره. في ديك 3 سنين طلعت لواحد المدينه كاينين فيها عائله الوالده. المهم كنمشي عند طبيب نفساني كنتعالج شويه بشويه حتى رجعت النفسيه ديالي وجاب الله يعني. كنت قلت واحد النهار صليت صراحه وضيت وصليت وقريت القران حتى خرجت بالبكا داك الشيء اللي كان في قلبي خرجت بحال الا استرجعت القوه ديالي.
انا غنرجع لبلادي وغنرجع لبلادي وغنرجع لبلادي، يا انا يا هما. حاولي لي شوف باش نفهم، باش انا لان كاين بزاف ديال الناس دابا حاليا راجي اكثر من 30,000 اتصال باش نقدر ندوزو بزاف ديال الناس. حاولي عافاك تعطيني باختصار باش نفهم. صافي باختصار اخويا. باختصار ما عليناش، انا فين غنجيب هاد سميتو بانهم بغاو يقتلوني هذاك الدري. انا من تما داك الدري حاول يقتلني جوج الخطرات. من اللي عندي تقريبا 8 سنين ما بقيتش شفته. فهمتيني؟ ما بقيتش شفته حتى ولات عندي 30 عام. مش كتفهمني؟ حتى ولات 30 عام وجا للبلاد وتلقى وجهي في وجهه، فهمتيني؟ وحتى هو ندم. هضرت معاه قلت لي فلان، قال لي نعم، قلت لي علاش حاولتي تقتلني جوج الخطرات؟ انت راه ماشي بغيتي تعتدي عليا ولا تعتدي عليا ولا تغتصبني، انت بغيتي تقتلني. قال لي انا كنت كيوصوني باش نقتلك، الناس بغاو غير الارض وداك الشيء اللي غيخلي باك. فهمتيني؟ هذه القصه راه كاين شي واحد ما غيصدقهاش، فهمتيني؟ ما غطيحش لي في باله، فهمتيني؟ يعني غيقولوا علاش يقتلوني على الطمع. حيت النهار مات الوالد ديالي خرجونا من دارنا، كل ما الناس اللي رجعونا لدارنا باش خلانا الوالد كون تشرقنا، فهمتيني؟ وفي النهار ديال السلقة ديال الوالد، الصدقة ديال الوالد، قالوا لي خصكم تحطوا الصندوق اللي خلى لكم الوالد شنو فيه، فهمتيني؟ بحكم الوالد ديالي كان خدام، كان فهمتيني، كان عنده ماشي ما عندوش بصراحة الحمد لله، ولكن كان يقول بأن العائلة لحد أنا خويا، أنا دابا بزوجة وحتى في ظهري ما مهنياش، فهمتيني؟ حتى في ظهري ما مهنياش، يعني كنت عذاب، كان يعني ما كنتمش عليك. الو الو الو، كملي اختي، كملي القصه ديالك. الو كنسي، كملي معك اخويا، كملي. فهمتيني؟ يعني يعني حاليا بهدرتهم بكلامهم اللي بديت حياة جديدة، وحتى شافوا عندي كان سميتو دخلوا لي بهدرتهم ومشاكلهم، دابا راه وصلت للطلاق، واقف على الطلاق. هذه القصة ياك؟ هذه القصة أنا ما ماشي ما كنعاودش، لكن كنقول للناس متعدوش على بنات الناس، حيت عندكم بناتكم، متعدوش على ولاد الناس، حيت اليتامى كيبقوا اليتامى، واليتامى وصى عليهم الله. اوكي، كيما لانك كتبغي بنتك بغي بنت الناس، كيما كتبغي الخير لبنتك بغي بنت الناس، كيما اسيدي كتبغي ولادك بغي ولاد الناس، حيت الفلوس ماشي هما كل شيء، او الاراضي هما كل شيء، او الورث هما كل شيء، والإنسان راه كيموت بلا أجال. ما كيموتش لا إلا بغيتي، سواء بغيتي تقتلو لما تقرأ ما غيموتش إلا ما بغى الله يموت. داك الإنسان ما غيموت إلا وإلا صافي تقاضى الرزق ديالو في الحياة. ولكن كتعذب واحد النفس. واخا أختي، باش نخليو الفرصة للناس الآخرين اللي بغاو يطلعوا. شنو نقول لك؟ ما شاء الله راكين واحد الكم هائل من اتصالات، بزاف الناس يسحبوا ما انا ماشي نجاوبوش كذا، راه اكثر من 100,000 رساله صعيب باش انا نجاوبوا كاع الرسائل. كاين اللي تيكسف لك بدر انت متكبر، قول لي بغيتي ما عاش ما نعرف قادر انا مسهل، انت تقدر تجاوب 100,000 واحد فينا راه نقدر، اكثر من 100,000 رساله لا تقدر تجاوبها فينا نقدر. شوف ماشي انا ما جاوبش، اولا راه 100,000 راه ماشي
قربوا باش نقدر نجاوب كل شيء وكاع. تنحاول ندير اكثر من جهد ديال الجهد، تنجاوب في اللايف مور اللايف قبل اللايف، تنحاول انني كاع نجاوب. مي بزاف ديال الناس تيقولك نتكبر وكل اللي بغيتي ما عليناش. اوكي اختي تسمعيني؟ اخي بحاجه يا ما تكونش عايش لا ماضي لا حاضر لا مستقبل. داكشي اللي طرا في الصغر داس، ملي كانت عندك السنين وملي كنتي شابه داس. اخي بحاجه شنو داكشي داز من الماضي، شنو بقى عايش معايا حياتي كامله، بقى مرضه ناهيه حياتي كل شيء على ود داش على ود الماضي. واش يمكننا نرجعوا للماضي ونغير؟ اختي غير اسمعيني اسمعيني بعدا. شوف اخو لا شوف اخويا انا غنسمعك غير ما وضحت لي كان خرجوا لي على مستقبلي اللي كان زوين قرايتي. كنتي غتشوف انا واخا كنتي شوف انا شوف انا واخا رغم كل شيء دوك الصعوبات اللي دست فيهم تمشيت درت سميتو درت ليتيا فهمتيني، خديت الحمد لله الدبلومات ديالي فهمتيني، ماشي بقيت شاد مربع يديا. ولكن انا حاليا ما نكذبش عليك انا دايره بحال شي لابوءه. عرفتي اللابوءه؟ دايره بحال لابوءه. كيفاش دايره بحال لابوءه؟ جبل اللابوءه الهضره ما فهمتش. انسانه ديما على 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 قرص، ديما على قرص، ديما حاضيه فهمتيني. يعني انا ديما حاضيه مع بنادم انا صافي. عقلي ماشي مشكاكه، عقلي يعني ديك الانسانه الهادئه المرحه طيبه فهمتيني. واخا انا طيبه مع الناس كنقول اللهم ندير الخير في الناس اللي بعاد عليا، الانسان اللي غنتلاقاه دابا مع عمرني غنتلاقاه مازال، ندير فيه الخير ولا نديرو في هذاك اللي قريب ليا. هاد التفكير عندي وليت ديما يعني كنقول يعلم الله هذاك شنو كيدمر ليا، يعلم الله داك الانسان شنو كيوجد ليا، يعلم الله. يعني صافي وصلت لواحد النفسيه ديالي وصلت للحد الفينال، حيت ما نكذبش عليك راه هادشي وقليل، هادشي غير وقليل اللي عاودت لك ومازال ما كنعرفش انا نعاود، انا ماشي من داك النوع اللي كنعاود فهمتيني. يعني عشت انا ما نكذبش عليك شحال بقى لي في العمر 33 عام، ما بقاش بزاف اخر عمر بيد الله فهمتيني. انا حياتي من 6 سنين 33 عام عمرني ما قليل باش عشت نهار زوين الحمد لله على كل حال. اجمل كلمه قلتيها دابا ما عليناش باش نحاولوا عاوتاني نزيدوا الناس الاخرين، ترى واحد كل شيء تخرج من اللايف وداز عندي لابيل ما شاء الله تبارك الله. نحاول نزيدوا شي قصص اخرين ما عليناش. اختي تسمعيني ياك؟ الله يفرج عليك وينور لك طريقك ويعطيك كل ما نويتي في خاطرك يا رب يا رب. اش غنقول لك؟ الماضي تيبقى ماضي الحمد. وبلاص ما بقى نفكر في الماضي، الماضي تناخذ منه غير حاجه واحده تنتعلم منه. ربي عطاك جوج عينين لقدام باش تشوفي القدام كثر ما تشوفي في اللور، مجرد خذي تجربه من الماضي ماشي هو اللي غادي يغير لك حياتك ويخليك يخلي لك حياتك كامله ظلام. اخي بحاجه يا مبقاو عايشين من الماضي ديالنا، تصالحوا مع ماضيكم. شتي هاد المشاكل اللي تتعيشوها دابا نتوما كاملين اللي في اللايف، غتلقاو اسباب ديالكم هو الماضي، طفولتكم ولا تربيتنا كيفاش تربيناها. اغلب ديال العقد اللي عشناه اللي عندنا دابا هما من الماضي ديالنا، فحاولوا انكم تصالحوا مع ماضيكم، حاولوا تكونوا راضين على نفوسكم وعلى قراراتكم. الماضي ما تندموش عليه، تقولوا تعلمنا كيفاش بغيتوا تتعلموا وانتم ما نتسوش من الدرس. اختي اش نقول لك؟ الله يفرجها عليك والله ينور لك طريقك. شكرا لك على الاتصال. شكرا خويا الله يسهل عليك الله ينور طريقك. مرحبا حتى انت وسمحوا لي بزاف. افيكم نتمنى من الناس اللي تيتفرجوا في اللايف نحاولوا نزيدوا شحال من قصه. يلا انتم اللي غتختاروا شحال من قصه اللي نقدروا نزيدوا اليوم. شحال من قصه بغيتونا نزيدوا؟ شحال من قصه نحاولوا نشوفوا كاين المهم غنبرك اللي بان لي الميساج ديالو راه غادي ندوزو.
عفاك جاوبني. اوكي اوكي جاوبني. مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان. كلشي برك على قليب. كلشي كلشي سير. الله يفرج عليك والله يفتح لك بيبان الخير الاخوان. بالمناسبه اسمح لي. السلام عليكم اختي تسميني. السلام عليكم. وعليكم السلام تسميني. آه اختي مرحبا بك. شنو الاسم؟ كنسميك اخويا ربي يخليك. شنو الاسم اللي تعطينا؟ عندك اسم مستعار؟ بيان سور اسم مستعار. دير سكينة. سكينة مرحبا. اسمحي لي سكينة بالمناسبة نقول واحد المعلومة. واحد المعلومة قلناها البارح اليوم الإخوان. حاليا حنا تنعاونوا واحد جوج ديال العائلات باش أننا نبنيو لهم واحد الدار لأن تيطيح عليهم الشتا. نبنيو لهم ديور. عافاك سي شي بلاصة فيها ما فيها الصداع باش نقدروا نسمعوك. كما قلت لكم حاليا تنجمعوا الحوايج باش نديهم للجبال. تنحاولوا نعاونوا الناس. كاينين الفروع في جميع المدن. عندنا الفروع في جميع المدن المغربية. فاس، أكادير، مكناس، طنجة، تطوان، العرائش، وجدة، الناظور، الرشيدية، ميدلت. إلا بغيتي تدخل معنا المجموعة حنا ما حزب مجمعية ما والو. مجرد تنديروا داكشي لوجه الله وتديروا بيدك. كذلك كاين عندنا جروب ديال الجالية اللي شكرا لهم غيعاونوا واحد العائلات باش أنهم غيبنيو لهم السقف والدار. لان الشتا تطيح عليهم. الا كنتو من الجاليه يمكنكم تصيفطوا لنا ميساج في هاد لاباج. كتب لي غير السميه ديال المدينه ديالك. كنتي من الجاليه كتب لي الدوله. ولا كنتي من المغرب بغيتي تدخل بغيتي تمشي تعاون تساهم راه كاينين الناس اللي تيصيفطوا لنا في لاباج محتاجين غير ياكلوا. عندك حوايج في الدار قدام باغي تعاون باغي تدخل لهذا الجروب ودير شي حاجه بيدك تحس براسك تدير شي حاجه بيدك فمرحبا. الجروب ديال العيون كاين. اللي بغي يدخل ما يكتبليش في لي كومونتير عافاك يكتب لي في ميساج. يكتب لي ميساج في لاباج هنايا في هاد لاباج اللي دايره منها اللايف. كتب لي مجرد غير السميه ديال المدينه ديالك وغندخلك الجروب. غتلقى فيه غير الناس ديال مدينتك. كذلك راه كاين جروب ديال الجاليه. اختي تقريبا هذه من البارح شفت لابيل ديالك وعقلت على الفوتو البروفيل ديالك لان واو ما شاء الله شحال ديال لي زابيل. عيطت ياك؟ اوكي شنو الاسم المستعار اللي قلتها تعطيني؟ جربت سكينه. سكينه واخا سكينه. ديجا ديجا جربت صوني عييت من صوني وما شدياش ولكن دابا عرفتي واحد الفرحه عندي لداخل. والله الا مرحبا نشارك معكم هاد المشاكل اللي عشتها. وكنتمنى كاع حد يفهموني ويعاونوني واخا غير بالهضره. مرحبا مرحبا. تفضلي سكينه حنا تنسمعك. شفت ما عرفتش منين نبدا. عندي قصه في قصه مخشيه في قصه. تفضلي. المهم سنتي نقول لك انا قريت وصلت لواحد وصلت للكاتريام صافي ما بقاش عندي بال مع القرايه. كنبغي واحد السيد يعني تفارقنا انا وياه ما كتابيناش بعضياتنا بعد خمس سنين تفارقنا انا وياه. تزوجت. تزوجت سيد زواج تقليدي. مين دوزنا اربع سنين انا وداك السيد ما كتبش طلقنا. المهم هذيك ربع سنين دازت عليا عذاب شديد. كنت تنتمنى الموت ليل ونهار. الإهانة الضرب. واحد السيد هزيتي واحد السيد حطيتي واحد السيد. المعاملة اللي كنت يدير معايا في الأول ماشي هي اللي وليتي ديرها معايا في الآخر. عشت معاه شهرين اللي مزيانة ومهزوزة فوق الراس. صراحة كان كيتهلا فيا كيشري ليا كيكسيني كي ما كيخلي ما يدير معايا. ولكن اون فوا المهم هذاك الشهرين اللي دوزتها معاه مزيانة صافي والديه ما بقاوش حاملينني ولاو قلبوا عليا ما بقيتش تنعرفو. ما بين ليلة ونهار هزيت راجل حطيت راجل يعني دوزت واحد المعاناة قبيحة. ولا السيد اللي كان كيقول لهم هاد السيدة ما تضربوهاش هو ولا تيضربني هو ولا تيعنفني. صافي عشت ربع سنين ديال العذاب ديال الضرب ديال الإهانة. كل ساعة غادي لدارنا كل ساعة غادي لدارنا. آخر مرة غناخد فيها قراري وغادي نخرج. في 2018 خرجت في شهر 7 صافي هزيت ولدي. هزيت ولدي وخرجت. سمحت في حوايجي في رزقي في كل شيء سمحت فيه. خارجة بصندالة دميكة في رجليا صافي
صافي مشيت لدارنا قالت لي الوالده غادي نقول لك يعني الوالدين ما لقيتش معاهم مشكل في هذه القضيه ديال الطلاق. قالوا لي صافي ما قدرتيش انك تكملي مع هذاك الراجل، دار باك مفتوحه ما كاينش اللي يخرجك منها. مشيت للدار صافي حسيت بالقنطه من بعد 15 يوم. قلت للوالد انا راه ما نقدرش نتحمل نبقى جالسه في الدار. قلت لي صافي مشات كتدبر لي مع واحد السيده كندخل غير كنتعلم مع هذاك الشيء ديال الخياطه. صافي المهم انا من هنا تعرفت على واحد السيده تما، هذاك السيده صدقات تجي عندنا للدار تتاكل معانا كتشرب معانا. هذيك الساعات كانت مزوجه كانت كتجي عند الوالد ديالي للدار، كتجي عندهم الوالد ديالها صاحب الوالد ديالي. صافي تسجلني في هذاك ديال انابيك ديال باش نجي قنيطره نخدم. المهم سجلتني قلت لها انا راه ما دايرهش في بالي هاد المدينه نمشي ليها، حيتاش حنا بعادين عن هذاك المدينه بزاف شي 500 كيلومتر. صافي قالت لي غادي نسجلك. قالت لي عيب ديريها فرصه وزعمي وتسجلي وكان شي حاجه في المكتب مرحبا. قلت لها صافي مشينا دوزنا لوتروتيان انا وخويا. قلت لها انا باغا خويا يخدم. قلت لها انا صافي واخا ما نخدمش انا ماشي مشكلي سهل الله من جهه اخرى. صافي يا هذيك مشينا دوزنا امتحان انا وخويا، انا تقبلت هو ما تقبلش. الدار على اساس انني الوالد راه ما غيخلينيش نمشي. صافي الوالد ديالي ملي شافني هكاك مزيره ومكروفه وبغيت غير نخرج غير نفاجي على قلبي، بغيت غير ننسى داك الهم ونسى داك العذاب اللي كنت عايشه فيه. قال لي بنتي بغيتي تمشي نعاونك تمشي. صافي داني هزني في الطوموبيل جابني بيدو لان بقيت قلبت على خدمه. ديك الساعات اصلا جينا الخدمه ديريكت قلب لي على الكرا قلب لي. المهم مشى ما رجع للدار حتى هو وكاري ليا. صافي كريت مع البنات. صافي المهم بقينا هكاك واحد العام مع عامين تعرفت على واحد السيد. ايه تعرفت عليه مي ما كنتش باغا نربط معاه علاقه بحال بزز عليا هذاك العلاقه ما بغيتش. صافي واحد النهار بقات هي كليه دماغي بلا هضره. خرجنا تلاقيت وخرجنا ركبت في الطوموبيل قال لي قلت لي في غادي. قال لي علاش تتسولي؟ قلت له من حق نسول. قال لي لا وانت ديما تتبقاي تهربي مني ولماذا؟ صافي حكمه الاقدار وكتب عليا المكتوب داني للدار. تما فاش غتبدا المعاناة ديالي، تما فاش كنت كنتمنى الموت ليل ونهار. كيفاش وصلت لدرجة الانتحار؟ كيفاش المهم جا عندك للدار غلطتي؟ طورت العلاقة غلطت معاه يعني بزز عليا. كيفاش علاش بزز عليا؟ صافي صافي ما قدرتش انا نغوت ندير شوهر راسي. واش انت اللي جايه غندير شي حاجه عندك للدار؟ لا ما جاش عندي الا ما جاش عندي هو الثاني للدار. غنغوت غندير شهر راسي غندير شي مشكل غنمشي نسجن. انا راه عندي ولد تابعني خصني نصرف عليه خصني نخدم عليه. سكينه اخويا نهضروا بصراحه شويه. وي بغيتك تهضر معايا بصراحه. نهضروا بصراحه غدا مع الدار باينه كنتي عارفه. نهضروا بصراحه بصراحة انت كنتي عارفة شنو غيطرا غدا مع واحد الدار بيان سور باين شنو غيطرا. ما عليناش كملي. يعني انا في الاول راه ما كنتش عارفة غادي للدار على اساس غدا غنتقهوى وغنرجع في حالي للدار. صافي فتا توقف الطوموبيل باب الدار ما قلت ما عندي ما ندير شنو كاع غادي يتكرفص عليا. لا ما يقدرش يديرها هكا تنقول غير مع راسي تنبني ورية بعيب بوحدي. صافي المهم دخلت للدار ما نكذبش عليك زعمت ودخلت درتها بيديا. مشيت للدار بقيت تنركع ربي اللي خلقني وكنقول الحمد لله انا ماشي بنت وضع. كنقول المهم الحمد لله انا ماشي بنت. يعني راه البنت الا حنا في البلاد ديالنا الا ضاعت البنت صافي راه ضاع ضاع كل يقدر قتلوها والديها. كتبت المكتوب وحملت. وي 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 اللي اثرت اكثر من داك الشيء اللي دست وداك هذه هي اللي غتاثر فيا اكثر واكثر. فاول غلط غلط واحد
من أول مرة؟ غلط حملت كتب لي المكتوب ما نكذبش عليك ما نقول لكش راني معصية من الخطأ حتى شي واحد ما معصوم من الخطأ ما نكذبش عليك نقول لك ما غلطش أو لا ما درتش هذاك الذنب أو لا ما درتش تخيل يوميا يوميا نشرب الدواء غير باش إما يموت هذاك الشيء اللي في كرشي إما نموت أنا صافي عرفتي دابا تنعاودك تنترعد ما قادراش نكمل ما خويا تعذبت تمرمد خدمت في الشركة وأنا تنتمرمد بهذاك الكرش واش مشي يقول بعد صافي فاش مشي واش قال تنقول لي تيقول لي رانا مستعد نتحمل المسؤوليه ديالي نتحمل هذا غتولدي وغادي نديرو حل قلت له ما يمكنش انا تاع ولاد عاد ندير حل نديرو حل دابا ما حد ما كاين حتى شي حاجه ما حد حتى شي حاجه ما باينه باش انا اصلا فاش حملت ما كتبانش ليا الكرش انا اصلا تكون جالس معايا في طابله وحده ما تعرفنيش بنادم ما يعرفنيش راني حامله شدي نقول لك بقى معايا بهذيك الهضره معايا بهذيك الهضره بقات هي كل يد معايا قال لي كاين راه ما غاديش هذاك الولد ولا البنت قال لي انا ما نقدرش نقتل روحي انا درت هذا الغلط انا مستعد ندير نكمل معاك ومستعد نهز هذا الغلط اللي درت مستعد نتحمل هذا الشيء اللي درت دونك صافي انا كلا لي دماغي بهذيك الهضره صافي قلت انا ما يقدرش يسمح فيا واحد ولد عمو دخل بيناتنا قال لي راه كتكذب عليك وراه كذا راه تكذب عليك وراه ما حاملاش واش هذيك حامله واش هذا واش قلت له شوف كاين شي حاجه سميتها الطبيب كاين شي حاجه سميتها لاديين كاين بزاف قلت له شي بغيتي الطبيب انا ما نديكش انا عند الطبيب اللي بغيت انا ديني نتا عند الطبيب اللي بغيتي نتايا وشوفني واش حامله ولا تنكذب عليك ولا لقيتيني تنكذب عليك انا مستعده نش نقرا راسي قدام امام الملا نش نقرا راسي قلت عليها ليا صافي المهم بقى كيسيس معايا كاكاك هادشي بيناتنا غير التليفون كونفيلمو كامل دوزته في دارنا وحامله وحتى واحد ما عرفني مشيتي لداركم مشيت لدارنا على اساس غير سيمانه وغادي يرجعونا للخدمه حيت كان جات هذيك الكونفيلمو تاع كورونا صافي جلسنا في الدار مشيت لدارنا دوزت شهر 3 4 5 ساعات جابونا وانا على داك الحاله وتنقول يا ربي تنطلب الليل والنهار يا ربي تحل الطريق غير نمشي لهذاك البلاد وتسد لا بغات تسد غير تسد تنطلب الليل والنهار تنصلي وتركع ونطلب الله غير باغ تليفون كنهضرو زعما كيتلاقاني ما كنتلاقاه شادي نقول لك صافي فاش جيت وصلت 3 شهور مشيت للطبيب تندوز قالت لي الطبيبه كيفاش نتي مازال واقفه على رجليك بغيت غير نعرف انتي كيفاش واقفه على رجليك عندك فقر الدم حاد لاقصى درجه وطونسيو عندك في 8 كيفاش واقفه على رجليك قلت لها قدره الهيه قلت لها ما عرفتش دوزت ليا قلت لها دكتوره قلت لها واش انا حامله بصح ولا غير كيتهيئ ليا قالت لي لا راه البيبي كاين وفي صحه جيده زعما مزيان قلت لي ولكن الا بقيتي على هذه الحاله راه كتقدري تمشي فيها تقدري تموتي ولا هذا الجنين يتزاد معاق يتزاد فيه شي حاجه صافي وليت عيطت ليه هضرت معاه قلت له شوف اش كاينه انا مشيت للطبيبه رغم ذلك هادشي هذا ما تيقوش الهضره اللي خسر عليا يشوفي منين جبتيه يا سلام الجمله اللي معروفه عند كاع الرجال بزاف جرحت هاد الهضره هادي مثل الطحن فيا لدابا قلت ليه انا عارفه راسي شنو دايره قلت له مطلقه
قلت له اه مطلقه ولكن ما تنخدمش في شي حاجه ديال الحرام. وقلت له هذيك الطريق كون بغيت نتبعها كنت تبعتها شحال هادي، حيت في الخدمه شحال من وحده تتقول لي انت يا مطلقه سيري وديري وفعلي وصني. كنقول لها شوفي اخر مره تهضري معايا في الموضوع هذا، انا جيت مهما تغربت شحال من مدينه تدوز شحال من مدينه وجيت حتى لطرف الدنيا باش نخدم، ماشي باش تقولي لي انت هاد الهضره ولا توريني شنو ندير. انا راه بعقلي وعارفه شنو تندير، نخدم بعرق كتافي ونوكل ولدي فلوس حلال، ومازال لحد الان عمر فلوس الحرام ما دخلت على ولدي. تنفتخر بهاد الكلمه، كنقول اه غلط وقع لي مشكل وغلط، ولكن حتى شي واحد ما معصوم من الخطا. ما صافي مني قال لي هذيك الهضره قلت له صافي شكرا على هاد الكلمه مزيان درمي. قال لي انا بغيت غير نعرف هذيك الكرش فينا هي، فينا هي كرشك فينا هي. قلت له انا ما عنديش الكرش، قلت له انا براسي مشيت عند الطبيبه كنقول لها عافاك اكدي لي واش حامله ولا ما حاملاش. قالت لي ملي قلت لها عندي 8 شهور قالت لي تتكذبي. قلت لها اقسم بالله حتى عندي 8 شهور، ودرت لي التلفون ليكوغرافي وشافت لي هذاك الشيء قالت لي فعلا عندك الحساب بالتدقيق. المهم بقات معايا صافي شادي نقول لك داز هذاك الشيء. فاش بانت ليا الكرش شنو غادي ندير؟ غنتصل غنولي نصطم في كرامتي وغنتصل بيه، عيطت ليه جا. بيان سو خاصك تصطمي على كرامتك. نصطمت على كرامتي وعيطت ليه ضروري بغيت نشوفك. قلت ليه بغيت نشوفك ضروري. قال لي صافي انا غادي نجي. تخيل خارجه في 11 الليل من الخدمه قلت ليه غنجي عندك دابا قول لي في الراك، حيت هو ما ساكنش في المدينه اللي فيها انا، هو خارج من المدينه. جا للدار ديالو بقيت يتسناني، قلت له غنجي عندك باي طريقه. المهم انا بغيتو يشوفني وانا عندي الكرش، انا ما كانش هدفي من شي حاجه اخرى ان يشوفني. صافي اللحظه اللي وقفت قدامه السيد حسيت به تشلل بحال ضربو الضو. صافي دخلت للدار، جلست درت خدية تكيت هو بقاي كيشوف، ما قدرش يهضر معايا ما قدرش يقرب حتى لجهتي. صافي كلها شد بلاصتو ونعس. سيد بيت فايق منعش، بيت فايق منعش. ندم على داك الشيء كامل اللي كنت يقول لي، ندم على داك الشيء كامل اللي دار معايا، وندم على داك الشيء كامل. السيد مازال في الاغلاط ديالو، واخا ندم مازال في الاغلاط ديالو. صافي الصباح مشيت في حالي صافي مشيت للدار، مشيت لخدمتي عاود دخلت خدمت. صافي في الشركة ولا كلشي تيقول لي هذاك الكرش مالها ولات عندك هكا مالكي وش الله هكا غير المصران دارني هكا غير هادي هكا غير هادي. عيت من برر نشت راسي صافي غنتفضح مع كلشي، وانا ما مديك لارياش في الشركه بزاف ديال الحوايج. طريت درت مالاتي 17 يوم مالاتي، هذاك الشهر اللي جلست فيه ولدت فيه. نهار جاني الوجع مشيت نولد عيطت ليه قلت له مازال تنعطي في الفرص، قلت اخر امل عندي غادي نعطي هاد الفرصة، إلا ما درش بيها صافي غادي نحرمو من كبدتو، غادي نحرمو. صافي بغيت ننتقم منه بأي طريقة. غتحرميه من صافي مابقاش غتحرميه ولا غتهنيه؟ غنحرمو غتحرميه. أنا غنعاود ليك باش تعرف واش تحرم ولا هنيتو. واخا هيا كملي لنا. ايه هاديك جاني الوجع عيطلو فلان قال لي نعم
قلت له انا راشدني الوجع. قال لي دونك شتي طاكسي وسيري للطبيب حتى اللي ما عندكش فلوس شوفي شكون سلفها لك انا غنجي ونجيب لك الفلوس ونجيب لك كلشي. اها شوف انا كون بغيت الفلوس ندرتها في جهه اخرى. قلت له انا بغيتك انت هاد اللحظه هادي بغيتك انت توقف معايا ما بغيتش شي حد يوقف معايا. قلت له انت عارفني انا في هاد البلاد راه ما عندي حد من غير الله سبحانه وتعالى وبغيتك انت توقف معايا في هاد المحنه هادي. قلت له سواء انا ولدت اليوم ولا غدا خصك تكون معايا المهم ولدت ولا ما ولدتش خصك تكون معايا وانا اكيده ومتاكده من راسي غادي نولد دابا. صافي شدني الوجع عيطت لواحد السيده كنعرفها بحال الوالده وكثر داكشي اللي تدير عليا كثر من اللي تديروا ليا الوالده ما نكذبش عليك. صافي عيطت لها قلت لها صيفط لي وحده من البنات راه قلت لها الوجع تيجيني ويمشي. قلت لها وحده من البنات بعدا لقاها معايا في جنبي قالت لي صافي بنتي بقات تترعى دي عليا. هي صيفط لي جوج بناتها صيفطت لي البنات بجوج صيفطتهم لي بقاو معايا في الدار جمعت حويجاتي جمعت اللي غنجي شريت البيبي وهداك الشيء صافي وانا نقول لهم يلا نمشيو عند ماما. كنمشي كنتمشى من هاد السالع ديال الولده من نشوف ماما. دخلت لي دخلت عليها عنقاتني وبقات تبكي هذيك السيده خيرها ما عمرني ما نساها وقفت معايا. لا هذه غير لا ماشي امو هادي تنعرفها انا ياك ساكنه حداها شحال هادي من نهار جيت هاد المدينه يعني تتعاملني كثر من الوالده تتعاملني بديك التعامل هذاك الحنان اللي تتعوضني ليا هي يا ما عمر ما عطاتو لي. وصافي جيت لعندها بقات تبكي كتبكي كتبكي بقات كتبكي وهي تشوفها واحد الجاره. هذيك الجاره هي كنعرفها ساكنه في هذاك الدار اللي كنت ساكنه فيها انايا. صافي قالت ليها راه وكاينه شنو وقع لها شنو وقع لها تتقول لي غير بنتي كتقول لها بنتي شنو وقع لها شنو وقع لها بقات كتبكي كتبكي ما لقات لمن تعاود ما لقات لمن تفضفض ما لقات تتخبع مني وتبكي باش انا ما نشوفهاش. قالت لها راه كاين واحد السيد مسكين ما تيولدش. قالت لها واش تعطيه واش تعطيه شنو ولدك وتي مازال ما ولدتيش مازال هذاك النهار غادي نولد فيه داك النهار اللي حتى شنو درت انايا فاش شدين الوجع بقيت تنصلي وكنطلب الله قلت يا ربي هذه الدعوه اللي بقات مسجله ليا في ودني يا ربي انا هذا الولد ما بغيتوش يتربى في شي بيئه ما زويناش ما بغيتش ولدي يعيش مكرفس يا ربي دير لي اللي فيها الخير ودير لي خير لهاد الولد هذا اللي غيتزاد يا ربي. بقيت تنطلب الله وتاني بكي وتنركع بقيت تنطلب الله وتنصلي ونركع هذاك الله نصلي ونركع نطلب الله يا ربي دير لي اللي فيها الخير انا لا والدي انا لا سوقوا لي الخبر غادي يذبحوني. جادي نقول لك بقيت تنطلب ضرو معايا دوك الناس جاو لعندي وما ساكنين خارج قنيطرة شوية بشي حاجة ماشي بزاف جاو لعندي جا عندي السيد برجلو مسكين محروم من الأولاد عرفتي ديك الليلة اللي جاتني الوجع جا عندي حتى للدار داني السبيطار هو اللي وقف معايا وكل شيء هو كل شيء صراحة الله وقف معايا وقفة ديال الرجال. تخيل أن كان ولد الداخل وهو برا جالس في الليل والبرد والسمرة تتنزل عليه وكيقول لي بحال مراتي تتولد الداخل السيد تيهضر معايا وتيبكي السيدة تحمق بالبكاء السيده اللي جات لعندي مع راجلها تتحمق بالبكاء
صافي ولدت. غادي نقول لك ولدت. شنو ولدتي؟ وليد غير الطبيبة. بيت كامل هو ربي اللي خلقني، وتنقول يا ربي ما عندي حد من غيرك اللي نبكي عليه ونشكي عليه. حتى من وحدة من هذوك اللي جات ولد نسيت الوجع ديالها وجات لعندي وتتشد لي في يدي وكتقول لي الله اللي غيوقف معاك اختي، الله اللي غيوقف معاك وتتصبر فيا. وانا تنبكي راه غير انا اللي بوحدي عارفه اش قاري ليا تما. تنبكي ونغوت ربي اللي خلقني. صافي جات التشعود ديال الصباح نهار ديال الحد ما عمرها ما تنسالي. اون فوا غادي نولد شكون غيصوني الاول؟ هو شكون اللي غيعرف انني ولدت انا الاولى؟ هو صونا جاوباتو غير القابله حيتاش ممنوع عليا انني نجاوب. تخيل هذاك الساعه ما فكرت انا شكون اللي كيصوني، واش با واش ماما واش خوتي واش شي حد من العائله واش ما عرفتش. الهضره اللي قلت لها قول لها راه تفكات. السلام عليكم، راه تفكات على خير وبخير. قطعت التليفون حطاته. انا راه ما شايفاش شكون اللي صونا. من بعد ما ولدت بشي نص ساعه وانا نتفكر نقول لها اختي عافاك مدي لي التليفون. مداتو لي بتخبيه، مدات لي هذاك التليفون وانا نطلع الريبيرتوار تلقاه هو اللي مصوني، هو الاول اللي عرف انني ولدت. ما رجعتش دورت نمرتو ابدا. صافي هذاك الدري ان فوا جبداتو الطبيبه مني وحطاتو كلمه الاولى اللي غادي نقولها عافاك ولدي اسمح لي، عافاك اسمح لي. وتاني بكي تاني بكي تنقول ذنبي شنو درت اش وقع لي هذا الشيء. تخيل نهار طاح في كرشي يوميا يوميا تنتحر وتنجا من الموت. انا بقيت تنستغرب الراسي تقول كيفاش تنتحر يوميا ما توقع لي والو. ما خليت ما شربت الدوايا ديال الفارماسيين كاملين شربتهم، الاعشاب كاملين شربتهم. صافي في الاخر شفت حتى عييت قلت هاد الولد ربي مكتب ليه يعيش ويتزاد في الدنيا، لكن هاد عقاب عطاه لي الله انا غنتحملو. في ولدت كارثة العظمى فاش عطيته رضح. زاد قلبي تعلق به كتر وكبتي كتر. مبقيتش تنشوف النعاس من جيتو. كل نهار تنموت وأنا حية، كل نهار تنموت تنتعذب تنموت. داك السيد يقول لي اختي انا عطيك وعد شرف بيني وبين الله، عاد الله بيني وبينك، عاد الله بيني وبينك، والله ما نحرمك من ولدك. غادي تشوفي ولدك وغادي غادي يتربى معاك وغيعرفك انتي ماماه. وغنعاود ليه نقول له ماما كاش وقع ليها واش وقع ليها، راه ماشي الخاطره تخلات عندي. يجو عندي ناس يقولوا لي صافي نسايا ولدي نسايا، تنقول لهم صافي ما تضروش بيا. واش انا ولدي غادي نكرو؟ ما نقدرش نكرو. هذاك راه تعرف من كبدتي ما نقدرش نكرو. صافي رجعت هدبة ليل ونهار. تخيل باب سبيطر بوليسي واقف قدامي وانا تنعنق فوقي وجنبي تيقولوا لي نحن مزوقين فيك، البوليس واقفين البوليس واقف. صافي ما بقاش يهمني لا بوليس لا شي حاجه. وليت كنفكر غير في كبدتي اللي طاحت مني. صافي بقيت نبكي، عييت ما نشوف، عييت ما نكذبش عليك، عييت ما نشوف، عييت نقلب جميع الحلول كنقلب عليهم ما لقيتش. بقيت كنشوف كنقول الله اما نخلي لهاد الناس يحتضنوا ويربوه في دار في عائلة ويطلع في عائلة محترمة ويطلع مربي ومخلق ويعيش معايا مكرفس غدا وبعد غدا يقول لي فين هو بابا، ولا لاش عطيتيني كنيتك، ولا لاش عطيتيني.
عرفتيني ولاش. بقيت نشوف كنقول انا حياتي ضاعت مستقبلي ضاع، ما بغيتش هاد الولد نضيع ليه مستقبله. صافي انا طلبت الله سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى استجب لي الدعوه ديالي وجاب لي هاد الناس اللي بين يديا غادي نفرحهم. واش قتلت راسي وفرحت ناس ما عندهمش كلمه، فرحت ناس ولاو تيباتوا فايقين معاه، ما خلوا ما جابوا لي اي حاجه هذاك الدري يتمناها، واخا هو مازال غير الحيمه ما فاهم والو. حضرات لي سي معنا على ذاك الولد وعيط لي قلت خويا عافاك دير لي شي حل نقتل راسي. قلت لي بغيت ولدي ما نقدرش نجيب له ولدي. قلت لي صافي انا قررت انني نواجه عائلتي نواجه والديا نواجه اي حاجه. يقول لي اختي انا مزاوق فيك، قال لي ولدك نجيبه لك ما نحرمكش منه، نجيبه لك دابا الا بغيتي نجيبه لك نجيبه لك. قال لي ونحس براسي درت غير اجر لله في سبيل الله. لي ولكن حاجة واحدة أختي غنطلبك عليها، مرتي راه على حياته ليها غادي تحمق. قالي تخيل أختي نحاس ما بقيتش تتشوفو مجيته هو اللي كي غندير نحيدو ليها. قالي بغيتي ولدك نجيبو لك مرحبا ألف مرحبا وعلى الصباح يجيبو ليك، ولكن غادي تسبي فراق ديال جوج الناس، تسبي في دمر عائلة. غتكوني قتلتيني وقتلتي مرتي. قالي وانا هذاك المرة ما نقدرش نفرط فيها، 12 عام ديال الزواج اختي وما كتبش لينا نولدو، ولكن هاد الوليد هذا ربي بعتو لينا وفرحتي او شريتي الجنة بيديك. ما تحرميش هاد السيدة وانا ولدك والله ما نحرمك منه، غادي تشوفيه غادي يعرفك انتي ماما، ما غاديش نحرمو من شوفتك ولا نقولو هاديك ماشي ماماك ولا نكرهو فيك ولا لي، بالعكس غادي نحبو فيك انتي كتر من اللي مو اللي مربيه. دابا كيدير سيمانه هي سيمانه لا تيصوني ليها تيطمني عليها. تنقول لي انا مزاوكه فيك بغيت غير نشوف ولدي. كيقول لي والله حسن نجيبو لك تشوفيه غير صبري. عرفت خويا صافي اش غادي نقول لك. ايفو خرجت من السبيطار قال لي السيد صومانيا جاوبتو. قال لي شنو؟ قال لي وريني الوليد. الوليد مات. قال لي كيفاش مات؟ قلت له اه مات. اللي ما يمكنش يكون مات، عطيني شي دليل انه مات، عطيني شي ورقه، عطيني يقيم لي كيموت الانسان كيعطوك ورقه في السبيطار ديال الوفاه ديالو وما عنديش. ما تقش بيها. قلت له من بعد ما غاديش تشوفو من هاد اللحظه هادي كيف ما هو مات حسبني انا مت. انسى شي وحده كنت كتعرفك ولا كنتي كتعرفها، دمرتي لي حياتي، خرجتي عليا، قلت له قضيتي عليا. قلت له شت هو عرفني، عرف الدري ما ماتش اين كذبت عليه. اللي يقسم بالله العلي العظيم ولدي ما مات، والله ما مات، اعطيتيه اعطيته من بعد درتي معايا شي حل اللي ما كانش عليك ديري هكا. وصحبت لي غادي ديري هكا وغادي تعطي هاد الوليد غادي تعطيه هزو بسناني. اللي يكون درت ليه مرأة شدو لينا وبقاو نشوفوه. هادشي حتى تيطرا المشكلة حتى تيطرا هاد وفين وغندير وغندير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وكون بقى كاع ما كون قال لك سيري شوفي شكون با كون تولد كنا قلتي ليها جيت تاع تربى ولدك كون قال لك سيري شوفي شكون با قلت له انا مستعد قلت له انا مستعد ندير لاديين قلت له انا مستعد ندير لاديين ولا ما تصابش ولدك ديك الساعات قتلني باي دير فيا اللي بغيتي قلت له ديك الساعات لما تصابش ولدك دير فيا اللي بغيتي قلت له حيتاش انا عارفه راسي شنو دايره وعارفه راسي شنو تندير ماشي درجة وليت مؤخرا وليت يهددني يقول لي نشم لك الريحة واقفة مع شي واحد أو لا تتهضر مع شي واحد اللي لما نشرط لك هذاك الوجه اللي عندك زوين اللي تتبعو لك تتبعوك تتبعوك الناس عليه إلا ما نشرطو لكش من الطرف للطرف ومشي نشري عليك الحبس حيت هو عنده الفلوس يقدر يشري الحبس ويشري حتى اللي خدامين في الحبس يعيش قايد في الحبس قولي غنعيط لداركم غادي نقول لهم بنتكم عندها ولد معايا تنقول لي فرقني عليك بعد مني صافي عييت ندير جميع الطرق باش نتهنى منه ما قدرتش تيقول لي انا ما غنفرقكش انتي غتكوني مرتي والله لك انتي مرات شي واحد من غيري انايا ولدي غيرجع ليا باش ما بغيتي بالمخزن بالقانون باش ما بغيتي ولدي غيرجع ولا تيبكي عليه ليل ونهار يقول لي ضيعتيني وضيعتي ليا ولدي قلت له انت اللي ضيعتي ليا حياتي ضيعتيني انا ضيعتي ليا مستقبلي وكون بقى معايا هذاك الوليد يلاه تزاد غادي نضيع الولد اللي عنده 6 سنين دابا لحد الان تيهددني دابا شحال عندو هو؟ ها؟ شاف فهم من ولدك؟ اللي تزاد مؤخرا عندو شي 4 شهور دابا 4 شهور نهار ضيعتو من يدي ما تنشوفش الناس بيان سور ما تشوفش شي قصة تنشوف شي قصة تتمسني تتقيسني أبقى فيك الليل ونهار غير اليوم قبل ما نهضر معك نهار كامل وانا تنبكي نهار كامل وانا تنبكي يوميا في الليل تضربني الفيقة في النص ديال الليل تبقى نفكر فيه وصلت لدرجة انتحار حطيت الدوايات قدامي حطيت كل شيء مي تراجعت حيتاش كنت كنهضر مع واحد البنت في التليفون وقلت ليها بسلامه عليك وصلي في راسك كنت نعاود ليها يعني انا كنت محتاج غير اللي يسمعني واللي يفهمني واللي ينصحني بغيت نلتجأ طبيب نفساني قالوا لي اش قالوا لك ما عرفتش شنو غادي ندير بغيت نلتجأ طبيب نفساني يعاونني بغيت نخوي قلبي نفرغ شوية هاد المرة ترد اللوم على الوالدين حتى شو ما تيهمهم حتى شي حاجة تسمهم غير يخدموا وعطاهم الفلوس لا 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 في الحالة ديالك بعد المرة نسي أخطأنا شو أكبر مشكل شو هو هم اللي أخطأنا نسبيهم في غيرنا شهاتي كامل اللي انتي فيه ماشي داك السيد وماشي والديك وماشي الناس نسي نضرب صراحة نهار تقولي أنا اللي فيها المشكل مش عام حاجة في حياتك لا تكاد سكينة ياك سكينة اللي عطيتيني ياك أخوي أعطيتك اسم سكينة أعطيك واحد نصيحة أخوية وأنا ما عنديش شي نصيحة نعطيها لك أكثر من هذه هاد السيدي لا بغاك تجوجي به ولا بغا يتجوج تجوجي به وردي ولدك دوك الناس كيف ما كان الحال وحنا راه غيسلموا امام الامر الواقع ما حد مازال الحال يلا راه 4 شهور هذاك الولد هو اللي ضحيه مال انتي ما راجلك يكبر مع والدين ماشي والديه خشي نصيحه اخويه الى داك السيد بغى انه يجي يتزوج وطلع عود فاق من الضمير بالعكس توكلي على الله وتزوجي
ورطي ولدك وهذاك واخا الناس بيان سور انا عاذر شي دوك الناس نهار غتحيدينهم كانك حيدتينهم عينهم. والله انا عارف ان داك الالم اللي غيحسوا به دوك الناس الكبده رباو على داك الولد، ولكن الحل هو انه يتربى معك ماشي معاهم. وتسيد لعل واحد الحجه نقابلوا بها الله عز وجل راه صلحنا يا ربي، لعل لعل وعسى ان تكون حجه باش نجاوبوا الله عز وجل اللي سولنا. الا قال لكم تخبيتوا من عيون الناس كاملين واش انا مش انا ما درتوش بانني اراكم خشي. دابا الخطا وقع والبكامور الميت راه خساره اللي عطى الله عطاه. بقى الحل باش يبقى نحد نشدو في حناكنا ونبكيو وندمو، الحل شنو هو؟ انا بان لي الحل واخا تعرفين اسمحي لي نهضرو بصراحه، كون صيفطتيه للحبس الاخطاء ديالنا خاصنا نتحملوهم، غلط نكون قد الخطا ديالي نتحمل الخطا ديالي. والديك التالي ديالك تبقى والديك، الحميلة خناس يهزهم والي يهزهم والي. دابا مازال عندك الوقت، انا هو الغلط اللي درت. شوف مازال عندك الحل. انا عندي 24 عام ولكن دابا انا عندي 24 عام ولكن انا نعطيك غير نعطيك واحد المثال لو كان تشوفني مباشرة ما تقولش عندي 24 عام. غنشوف مازال نية بزاف اكثر من القياس. سكينة سكينة اخويا انا نعطيك واحد المثال، تفضلي انك تصلحي الخطا ديالك ولكن واحد النهار غادي برد، ولا تفضلي ان حياتك كامله ولو تجوجي مليون الف مره غتحسي براسك دايره ذنب. شوف ما طلعش راجل حتى دابا مازال الحال، دعيه ما كاينش دعيه ما بغاش يعتق دعيه ما ترحميش. نضرب بصراحه ففي الاول كان راجل وخاصو حتى دابا يطلع راجل. نصيحه مازال عندك الوقت وممكن ان كل شيء يتصلح، ممكن يتصلح وترجع الحياه حسن. ومازال حد اللي تيقول لي غير وريني هاد الناس فين كاينين. انا راه كنقول ليه انا قال لي انت ما بغيتيش تواجهيهم ما قدرتيش تواجهيهم، انا غنمشي نواجههم ونجيب ولدي بالقانون باش نبغاو. شوف باش تقدر تعطي هاد اللايف هذا، تقدري تعطي هاد اللايف تفتحي لي هيك تقدري؟ ما حيت ما قدرتش نعاود هادشي قدام. نعم ما كرهتش واخا ما كرهتش، انا العالم كامل يعرفني شكون انا. لا 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 ولكن هو شنو تقدري تسقي ليه هاد اللايف؟ من فكرت انا وما فكرتش في راسي، فكرت في والدي اكثر من اللي فكرت في راسي. تتبعيني فكرت في هذاك الولد اللي عندي في دارنا اكثر من اللي فكرت في راسي. سكينة هاد السيد هذا واش قدرتي تصيفطي ليه هاد اللايف يسمعو؟ نهضرو هنايا و ما نقدرش. حاولي. شوف انا غادي نهضر ولا انا غنهضر ولا قلتي معاه بينك وبين راسك وقدرتي انك تصيفطي ليه حيت بغيت نهضر معاه هو صافي. هاي هاي حيت انا شنو وليت كنفكر كنفكر نحاول باي طريق نبعد تبعد من هاد المدينه. ما قدرتش نبعد منها اختي اخويا. غلطت خصني نتحمل الخطا ديالي ونصلحه ماشي نزيد خطا على خطا باش نهضرو بصراحه. خويا الى وصلك هذا اللايف هذا وبزاف ديال الناس، اصلا هذه رساله لبزاف ديال بزاف الناس، الى ما كانش عندك اختك غتكون عندك مرتك جانجا، ما كانش مرتك راه غتكون عندك بنتك. ديرها حلقه مزيان في ودنك ودير في بالك ان شحال قدك ما تعيش، شحال قدك ما تهرب، 50 عام 60
80 100 غتقابلو غتقابلو غيسولك 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 يقولك واش طلعتي راجل ولا ولا لا، واش غويتيها ولا لا. شوف في الاول كنتي راجل وحتى دابا خاصك تطلع راجل. عرفتي شنو هي ولدك؟ عرفتي شنو هي نفسك؟ دمك تسمح فيه واخا تعرف انك تجوج بيها، واخا تعرف انك تجوج بيها ودوز معاه عام ولا عامين وخليها. مهم تصلح انت الخطأ ديالك، انت اللي راجل. هادي موجهة بزاف ديال 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 الرجال، كما تدين تدان، واتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجابا. فنتمنى أنا كي تراجع نفسك، تمنى تراجع نفسك. الدنيا قصيرة، عندك ساعات طويلة، الدنيا قصيرة، ممكن يضرب بالصمتة ويرجع لك البزيم. نصيحة، بعد ما زال عندك الحال كاين بزاف ديال الحوايج يقدروا يتصلحوا. سكينة خويا مشكل اللي بغيت انا، علاش قلت لك بغيت نبعد منه بعد ما كاينش. اختي اختي حيدي العواطف. علاش بغيت نقول لك هاد الهضره؟ فهمني غير فهمني، انا نعاود لك علاش. تفضلي. حيت هو فهاد الفتره كامله كان كاذب عليا وطلع مزوج وعنده ولد عنده 8 سنين ومرته هذه 7 سنين وهو مفارق معها وما مطلقينش، يعني سامح فيها. وشنو المشكل اللي وقع ليه؟ نفس الشيء اللي دار معايا داروا معها هي. يا سلام. وهي بعد حكمته تحبس على هذا الشيء. تحبس على هذا الشيء. كنت عارفه راه مجوز كاين ولا لا؟ كنت عارفه راه مجوز؟ ما كنتش عارفه كاع انا بان هذا السيد مزوج. ولو انا تقولي لي راه مجوج وخاصني نبعد، لا كيش غنبعد، غلطتو بجوج خاصكم تصلحوا بجوج. تحملوا الخطا انك تفضلي، نتحمل الخطا ديالي ونصلحوا، ولا نعيش حياتي كامله وانا معدم. ممكن غتصلحي وفي التالي كل شيء تنسى، الحمد لله كل شيء غيتنسى. ولكن حاجه واحده اللي ما عمرها تنسى الا بقى عندك الداخل داك التانيب ديال الضمير. عرفتي شنيا روح؟ راه روح هذيك، روح. عرفتي شنيا نفسك؟ هي انت، دمك ولحمك. غيقدر تنسيه، عمرك تنسيه، ولو ديري مليون ولد، ولو تجوجي مليون مرة عمرك غادي هنا لك البال. وذنوبو صعبك، ذنوب صعبك، ذنوب غادي يخرجوا لك الطرفين ولا؟ اختي غاديش يخرجوا. هذا كيفاش ولدتو انا جالسه من الخدمه؟ ايوا اختي نقلب عيط نضرب التمارات ونضرب الجفاف. اختي تنخدم. كاين عندك الحل دابا باش تجوجي بيه ولو مجوج؟ قريبة على ولدي ولو مجوج عندك الحل، عندك الحل، ممكن يتجوج بيك عادي. حيتاش انا بغيت نلتجا للقانون قبل الدكتور. لا 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 كاين حل. كيقولوا لي راه غادي تحبسي انت وياه. عرفت عرفت تحبسي انت وياه فساد. انما لا الى اختي كاين مليون الف طريقه. انا ديك تبوت النساء وانكم كنتم مخطوبين ولا شي حاجه، كاين مليون حل، كاين مليون حل، كاين حل. الى بغى يتزوجك كاين حل، ويتزوج المرأة الثانية صحا كأنكم جوج بالفاتحة ولا ما نعرف. اختي ما تلقيش أعذار من نفسك. وي هو هادشي اللي بغى يدير معايا دابا، قال لي غير ردي الولد هادشي اللي غادي نديرو، قال لي وبالسيف عليها غادي نسني غادي نتزوجو. وشنو تتسني؟
عشان فاش هضرت مع الدار قلت لهم فاتحة ما فاتحة رفضوا هاد القضية نهائيا. ما بغاوش. قنعيهم. وقال لي هذا هو الحل اللي عندي انا باش نديرو معك دابا اللي نديرو فاتحة ونربي ولدنا. ماشي فاتحة فاتحة وغندفعوا للمحكمة. قال لي غادي ندفعوا للمحكمة وغادي صافي توكلي على الله اختي وغادي نتسول. تبارك الله كاع الناس في لي كومونتير كلشي نفس الجواب كلشي اتفق على هضرة واحدة سبحان الله كأننا الله عز وجل عطانا نفس الفكرة غير لا بغيتي انت تغيري وبغيتي تعدلي كلشي قال لك لا راه الحل بين يديك. لا خويا انا ما بغيتش ما اش غادي نقول لك انا ما بغيتش نتعذب وانا ركبت شي محده بعيده عليا وانا تنتقطع ايوا شنو تقطع لي النهار ما تنعش. سيري رضي ولدك اختي رضي ولدك. انا جات مرات وليت شوف دابا فاش بغيت ولدي فاش بغيت قلت له بغيت ولدي قال لي يا اختي اللي بغيتي ولدك غادي يمشيو للحبس كاملين. اختي يمشيو للحبس كاملين اختي تفهمي انت وهاد السيد هذا وغتلقاي انت وهي الاخر الحل غتلقاو ليه الحل فكري دابا. وقال لي قال لي انا نوقف معاك قال لي باي طريقه غادي نجيب ولدي باي طريقه صح. بغيتي ولا كرهتي قال لي ولدي غادي نجيبو نجيبو. يلا اختي توعدينا قدام هاد الناس اسمح لي لا 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 واش توعدينا غتفكري ها كان وعدك نفكر في هادشي اللي قلتي لي توعدينا وعد الحر وعد الحر دين علي دابا غادين عليك كنوعدكم غتعيطي لنا وتقول لنا رضيتي هذا الموضوع مزيان. لا انا بغيتك توعديني وتقول لها رضيتي لعلنا ربي يدير لك اليوم سبب باش اننا نعاودو تعاودي تفيقي. واحد تخيلي واحد واحد والله ما قالكش كلشي قال لك رضيه غير واحد قال لك خليه ما كاينش اللي قالها كلشي قال لك رضيه. خويا انا هاد الكومونتيرات هادو اللي كتقول لي اليوم فرحوني بزاف حتى كلشي انت كيف ما قلتي نتايا كلشي كيقول لي ردي ولدك انا ما كرهتش ردو ما عرفتش واش انا ما عارفاش بزاف في القانون واش ما عارفاش المهم انا نقول لك وانت بغيتك تعاونني باش نوصل للحل وانا مستعده لو كان حتى الحبس نمشي نضربو على ولدي. لا شي واحد دقيقه عطونا عين نشوف واحد الاستاذه سميه بعدا نتمنى انها تكون لك معنا في اللايف انها تواصل معي دابا محامية سمية تحية لها بعدا شكرا على المساندة ديالها والتشجيعات ديالها وإنسانة من أطيب خلق الله سمية. شوف النمرة الأخرى ديالها اسمح لي واحد دقيقة سمية نتمنى الأستاذة محامية إلا كانت معنا ولا تطاكيوها لا شيء ندوزو عندها الفيسبوك واحد دقيقة اسمح لنا واحد دقيقة اخويا خد راحتك وانا نشوف واش مكونيكتيها مع الأسف ما مكونيكتيهاش غتكون نعسات مع الأسف ما كرهتش الناس في القانون يوقفوا معايا في هذه القضية هادي شوف عليك. اللي عارفين أخويا اللي عارفين أنا كاين الحل كاين الحل وأنا مستعدة شوف خويا أنا مستعدة أنا درت هادشي على وديت والديا ولكن أنا مستعدة في هذا الوقت لو كان يرجع لي ولدي نواجه والديا بأي طريقة. برافو عليك. بلاتي نشوف واحد ولا المحامية سكينة واش كاينة معنا في اللايف الأستاذة سكينة من الدار البيضاء ما شاء الله كاين شي محامي آخر واه معنا تحية للأصدقاء ما عرفتش واش كاينة ولا ما كايناش ناخدو الاستشارة ديالها. Thank you.
كاينش ما كونيكتيش حاليا، مي مي نتمنى من الله عز وجل يا رب تشتغل خير. ما كاينش محامي معنا ياك؟ كاين شي محامي سهران اليوم؟ كاين شي واحد محامي معنا؟ الله يجزيكم بالخير أستاذة سمية وسكينة. الأستاذة سكينة ما كاينينش هاد النهار. المهم ما عليناش، المهم الحاجة اللي متأكد أنها كاين حل. توعدينا بأنك ديري كل ما في جهدك باش ترضي ولدك. أنا كنوعدك. هاد الناس كلهم دابا غادي ينتظروك باش أنك تصوني علينا. بغيت ناس في القانون يوقفوا معايا، بغيت ناس في القانون تعرفوا شي حد يوقف معايا. واحد دقيقة عافاك باش أنا مستعد نشوف نخدم في الجفاف. المهم ندير شي حد من القانون اللي يوقف معايا. واخا عافاك كتبي لي ميساج الله يجازيك بالخير، كتبي لي دابا شي حاجة. حيت الدري عنده في الحالة المدنية، دخلوا في الحالة المدنية. واخا عافاك كتبي لي ميساج دابا، كتبي شي حاجة باش تطلع لي، يطلع لي لأن النمرة ديالك صافي مشات من كثرة الميساج. في الواتساب. كاين واحد السيد ما عرفتش واش كاين محامي ولا لا. المهم نحاولوا غدا نحاول انا الاستاذه شكرا لها لان دائما ما شاء الله ما شاء الله عليها انها تتعاوننا بالمجان، عمرها شدات شي اتعاب، شكرا لها. بلاتي نكوبي النمره ديالك باش نعطيها لها. سيدة سمية فوالا انا خليت لها النمرة بيان سور غادي تتصل بك صافي. مي وعد وعد الا قالت لك راه كاين ممكن انك تزوجي وهادي ممكن ممكن ترضي ديري في كل ما جهدك ترضي ولدك. شوف خويا بدر خويا بدر الله سبحانه عليك حتى وكنت وصلت بيا اللعظم لو كانت توقف معايا هاد السيدة ولا شي سيد واحد اخر نعطيهم كاع الدلائل على الولد. فوالا راه كاين معنا واحد المحامي هنايا، انا يلا دخلت شنو خاص كاع الدلائل نعطيهم على الولد خاصنا ويحاولوا يهضروا مع هذوك الناس حيتاش انا ما نقدرش نهضر معاهم، يحاولوا يهضروا مع هذوك الناس ويقنعوهم باي طريقه. واخ المهم انا هذاك السيد اللي خدا لي الولد اللي خدا الولد عنده يد في يد مع مع وكيل الملك، فاش جاي ياخذ الولد عنده يد مع وكيل الملك. فاش تكون عندك الحق انه ولدك كيقول لي راه نهار تفكري بغيتي ولدك راه ضربي الحبس. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. ف ان شاء الله ما يكون غير الخير. إلا كان شي محامي يكتب لي دابا في الواتساب أنا محامي باش باش نصوني عليه. ألو وي الحل كي بلاتي واقيلا جو كخوا كاين واحد المحامي هو تيصيفط ليا دابا، خليكم معنا. واش محامي بدا الحل كاين واحد دقيقة لعل وعسى. تحية شكرا الناس كاع ما شاء الله، شكرا الناس كاع اللي تتابعونا في اللايف ميرسي لكم، تقدموا الخدمات شكرا للاطباء اللي تبقى يتابعونا، شكرا للمحامين، شكرا لكم كاملين اللي اللي تيسمعوا غير شي حاجه تيبغيو يعاونوا، ميرسي لكم بزاف. كذلك غادي كما قلت لكم اللي بغى يدخل للمدينه ديالي راه كاين جروب ديال المدن ديال 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 جميع المدن، كاين جروب ديال الجاليه اللي بغى يدخل معنا يصيفط ميساج في هاد لاباج هادي. فما عرفتش
ما عليناش غدا نتحاول نتصل بك صافي. واخا خويا مرحبا. مي واعد صافي. الا كان بامكان تردي تردي ولدك. نرد. وانا غادي نسول علاش هذاك السيد ندم على داك الشيء اللي دار معايا. الله يسر. هو تيرغبني النهار والليل تيقول لي عطيني غير غير نعيتيه مني بيديك. غنمشي نحضر لك الولد. والله يدير لي فيها الخير. قال لي الا ما قدرتيش تهزيه وما قدرتيش تربيه انا غنربيه وبقى يجي تشوفي ولدك فوق ما بغيتي. مهم شكرا لك. مؤخرا ولدت يحلف لي تيقول لي راه لما تزوجت بك انا راه عمرت وحدي. فاش غنقول لك انا غدا غادي نقولها باش انا اتصل بك ياك انا اتواصل معاك واتصل بك. مرحبا ان شاء الله. فانا غنسول ونتمنى نتمنى نتمنىك انك تردي ولدك ونعتعيطي لنا في هذا اللايف وتقولي لنا كاملين متفرحين. مرحبا خويا دابا ما كنسمعكش مزيان. دابا تسمعيني؟ دابا مزيان. شي خويا ملي هضرت معاكم والناس كاملين شجعوني انا مستعده الحبس نضربو على ولدي. اي حاجه درا معايا القانون انا نديرها المهم ولدي يرجع ليا. فوالا كاين اول محامي تيهضر معايا قال لك قول ليها اخي تزوج به ومن بعد ترفع دعوة. اوكي شكرا للمحامي اللي معنا في اللايف ميرسي ليك. نحاول نعرف كمل لي شنو الدعوة ديالاش. تبوت النسب ولا شنو؟ فوالا قال لك قول ليه يدير التعدد عادي دابا راه ولا بلا موافقه ياك. قول ليه يدير التعدد ديك الساعه باش مراته الاولى تواصل بلا باش توصل بالبرق ديالها. سمعتي؟ وي هاد القضيه راه قلتها ليه وقال لي لا ما كايناش. قلت لي نسولو نسولت قال لي ما يمكنش يعطيوه شهادة عزوبة من البلاصة اللي فيها هو يخصو يمشي مدينة واحدة أخرى وياخدها عاد باش يمكن ليه يتزوج. مازال الأمور واقفة هكاك صافي ما رجعتش أنا درت معاه في هذا الموضوع حتى تنشوف حياتي أنا ولدي ضاع مني وتنشوف غنتزوج به غنبقى معذبة حياتي كاملة غيبقى يأنبني يا ضميري وهو مرة مرة غادي يبقى يفكرني في ولدي. ما غاديش نعيش مزيان. شوف انا قلت اخويا لو كان نلقى شي استاذة توقف معايا ولا شي استاذ يوقف معايا. خلاص راه النمرة ديالك سالتها الاستاذة سمية اللي شكرا لها اللي ديما تقدم لنا المساعدة ديالها. ميرسي سمية بعدا شكرا ليك. مبارك يجي حتى يجي حتى هو القضاء يدي معاه الشهود باش يديروا ثبوت النسب لولده ويشوف محامي يدوز معاه في الجلسه باش ما يطلعوش ما يتعطلوش. اخي قول اين مدينه اين مدينه هما وخلي ليا نمرته ولا نمرته هو. فوالا نعطيه النمره ياك. اين مدينه؟ انايا في قنيطرة. فوالا في قنيطرة انا صيفط لك النمرة ديالها. خويا انا صيفط لك النمرة ديالها. فوالا صافي خويا صافي. فوالا هو دا نحاول انا الله يجزيك بالخير انك يعني تواصل معها. فوالا قال لك ان شاء الله ما يكون غير الخير. فوالا هو يتواصل معك ان شاء الله في بعد اللايف ان شاء الله. وكذلك غدا ان شاء الله تواصل معك الاستاذه سميه لان راه خليت لها النمره ديالك كذلك صافي.
واخا خويا شكرا ربي يخليك. شكرا لك على الاتصال ديالك وانا غنتظرك. انا تعيط من غدا غادي نهضر معاه في هذا الموضوع كما قلت لك صدمت في كرامتي وغنزيد نصدم فيها وغنهضر معاه في هذا الموضوع فوالا غنحاول نوصل شي حل. واش حط شي واحد يسول المقبيلات واش حط واش حطوه الولد بالتبني؟ لا حطوه في الحاله المدنيه كانه مولده بس انا قلت لك غادي فيها الحبس داخل فيها وكيل الملك يعني داروا داك الشيء مزور يعني انا بوحدي ما معيت شي حد. يكون خير يكون خير يكون خير والله يصاوب ان شاء الله يا الله ينورك اخويا ونور طريقك ويبعد شوف قدامك يا انا غنتظروا الاتصال ديالك صافي يا ربي. شكرا واخا خويا سكينه تنشكرك على الاتصال ديالك. مع السلامه. شكرا حسنت بزاف. شكرا سمحة. مرحبا انا غنتظر الاتصال ديالك تسمح لي بزاف. شكرا لك. اي 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 جيت سمعت قصص الناس تنسى همك فالله يقدر اننا دائما نجعلوا واحد الابتسامه على الوجوه ديال الناس فالله ييسر لينا ويفتح لنا باب الخير. نتمنى من 2001 كلهم انهم يصيفطوا لنا ميساج باش يدخلوا يعاونوا حتى هما. يد وحده ما تتصفقش. خير الناس انفعهم للناس. نحاولوا اننا نعاونوا بعضياتنا ونوقفوا جنب بعضياتنا. حاليا حنا تنعاونوا واحد جوج عائلات باش اننا نبنيو لهم الدار لان تطيح عليهم الشتاء وقريبه تريب عليهم. وحده كاينه في مراكش وحده كاينه في الدار البيضاء. شكرا للجروب ديال الجاليه ديال المغرب الناس من المانيا اسبانيا ايطاليا كندا السويد الدنمارك اسبانيا. شكرا لهم لانهم كذلك باغين انهم يبنيو بير باغين انهم يعاونوا هاد العائلات. كذلك ان شاء الله يوم 30 غادي نمشيو للجبل واحد في الجبال ديال مراكش والجبال ديال اكادير باش اننا نوزعوا الملابس تما. الناس اللي بغاو يدخلوا معنا في جميع المدن كاين الفروع في جميع المدن المغربيه فاس مكناس طنجه تطوان اكادير الناظور وجده الرباط سلات تماره المحمديه بوزنيقه الرشيديه ميدل تلعيون كاين الفروع في جميع المدن المغربيه. نتمنى دابا 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 دخل لهاد لاباج صيفط ميساج دخل صيفط ميساج اكتب لي غير مجرد المدينه ديالك. الناس اللي عايش خارج المغرب خارج المغرب اكتب لي انا من الجاليه راه كاين جروب ديال الجاليه في الناس ديال اللي عايشين برا. كذلك شكرا لهم شكرا لكم على حسن الاستماع شكرا الناس اللي شاركوا معنا القصص ديالهم شكرا الامهات اللي تدعوا معنا. فنحاول اني نقرا شويه ديال الكومونتير قبل ما ننهي الحلقه نحاول نزيدوا واحد خمسه دقائق نقراو الكومونتيرات ديالكم اخوان شي كومونتير. وقبل ما انكم تكتبوا لي الكومونتير نقول لك سير الله يفتح لك باب الخير وينور لك طريقك ويجمعنا في الجنه يا رب وييسر لنا امرنا ويخلينا ديما مرتاحين وفرحانين وبعد علينا شر الخلق ان شاء الله. بلا بلا كاين الجروب ديال وجده. شكرا لك بدر شكرا لك بزاف سي بدر شكرا لك اخويا محمد على المتابعه ديالك. اوكي اسماعيل برافو شكرا على مدينه قرنيطره فاطمه الزهراء صيفط لنا ميساج ماشي في لي كومونتير. جيت مع طلان اليوم مرحبا الله يسهل على الجميع اللهم امين. انا من الجاليه صيفط ميساج كنيزه صيفط ميساج في لاباج ماشي في لي كومونتير. الله يجعل هذا العام في الميزان حسناتك ويرحم والديك اللهم امين يا رب. الى اللقاء شكرا لك امين ولك بالمثل امين امين. دعي معايا يا خويا بدر الله يحفظك الله يفرج عليك ويدير لك اللي فيها الخير. انا تمارا كاين الجروب ديال الرباط تمارا صيفط لنا في لي ميساج عفاكم بغينا نسمعوا قصه ديالك حتى انت ان شاء الله علاش لا انا نعاود القصه. انما انا شوف إلا شي واحد ناجح بزاف في حياته ولا شي أنه تيه إنسان دار شي حاجة في حياته عرف بأن كان موراه شي سبب. أنا ما غنكذبوش وغنقولوا بأن حياتي دازت من أروع الطفولة ولا غادي نكون واحد الإنسان اللي داز بخير. بالعكس غادي نشرب شي قطرة ديال السم غادي دزت مرارات الحياة علمتني الدنيا بزاف ديال الحوايج اللي خلاتني نكون في هذا المكان هذا ونسمع لك. تاينا دزت من ظروف هي انما تعلمت ان الدقه اللي ما تقصش خاصها هي تقويك وانني الماضي تبقى ماضي ومجرد اننا تتعلموا منه لا غير. الله يسهل عليك اخويا اول مره نتفرج في اللايف ديالك في اللايف ديالك عفوا غنكون من المتابعين ديالك. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي على اليوتيوب راه كاين واحد القصص
نصحكم انكم تسمعوهم. زاكورا صيفط لنا الميساج في لاباج، دعي معايا خويا بدر الله يفرج عليك ساره ويفتح لك باب الخير ويشافيك يا رب، دعيوا معايا بالشفاء ان شاء الله. مصطفى العبزي صديقي واستاذي، مصطفى العبزي راه قراني وكان استاذ ديالي، تحيه ليه مصطفى العبزي صديقي، الله يخلي ليه وليداتو ويفتح ليه باب الخير. تحيه الناس ديال الجديد بطبيعه الحال، اشتقنا لوجهك الكريم صديقي واخي مصطفى العبزي، الله يحفظك وينجيك من كل سوء يا رب، اللهم امين. كتشبه لواحد الممثل ما شاء الله، ما عرفتش. صافي خويا ساليتي سالينا، جاك النعاس بادر سير ترتاح شي شويه. الناس اللي تيبقاو مازال يصرين دخلوا تكملوا الفيديوهات، كملوا الفيديوهات ديال اليوتيوب ما شاء الله. كي معيش كيبدا اللايف تنداو مع بين 11 ونص يكون بادي اللايف. امين. شكرا لك بجرى، تحيه لك اخي بدر، اشتقنا لك. شكرا لك بوتينا رودينا، بين عندك جرح اختي الله يصبرك، دايما يا خويا بادر بالنجاح، الله ينجحك يا رب ويفتح لك باب الخير. الله معك اختي بالتوفيق، اللهم امين. الله يسهل عليك خويا، انا هدى اللي هدرت معاك هذه 15 جوغ ودا كلامك شنو هي بدل فيا كلشي اخويا. او شرف ليا هدى، ما عقلتش بصراحه انا على القصه مية. شكرا هدى، هدى دايزك دايما هدى، ولكن ما عقلتش بالضبط. مي ميرسي ليك هدى، نتمنى تعيطوا لنا تقول لنا شنو هما الحوايج اللي غيروا فيكم في اللايف، شي مره يطلعوا معنا ونشوفوا شنو هما الحوايج اللي تغيروا. من قبيله وانا نبكي، لا يجعل ايامك كلها بكاء، بالعكس الله يجعل ايامك كلها فرح. راشديه تحييك، صيفط لنا ميساج، راه كاين الجروب ديال الراشديه ومحتاجين ليكم، محتاجين ان معروفين الناس ديال الراشديه بالكرم، صيفطوا لنا لي ميساج حتى انا غنطلع معاك شي نهار. بيان سور ياسمين، جاسمين مرحبا فيكم بليزير. بدر الليله اللي كنتمنى تدعي لي مع اختي مريضه، الله يشافيها يا رب ويعافيها وترجع حسن من الاول ويخليها لك تشوفوا ولاد بعضياتكم ان شاء الله. انا مريضه ومعي بشفاء، الله يشافيك رباب رباب. ان شاء الله جزاك الله خيرا، بارك الله فيك واحسن الله اليك واطال الله في عمرك ويدخلك الخير الناس، الله يجمعني بيك الجنه، يجمعني بيكم في الجنه يا رب. الله يسهل عليك خويا بدر ويخلي ليك والديك، اللهم امين يا ربي. شكرا لك خوله، تحيه الخوله، تحيه الاب ديالها بطبيعه الحال، شكرا ليه على المتابعه ديالو، شكرا على الشهاد ديالو، راه وصلني الميساج، فالله يعطيك قصر في الجنه يا رب ويعطيك كل من ويتيه في خاطرك. شي دعيوه خويا بدر بالنجاح ان شاء الله، كنحبوك بزاف، تحيه لك. شكرا لك حفصه، الله ينجحك في حياتك يا رب ويعطيك كل من ويتيه في خاطرك ويسر لك امرك ويبعد عليك شر الخلق. شكرا لكم خويا بدر، الله يوفقك امين. شكرا لك ماريا، تحيه لك من تطوان، تحيه الناس ديال تطوان، راه كاين عندنا الجروب تطوان، صيفطوا لنا انا كل انا دول دكالا، صيفطوا لنا ميساجات امين. امين شكرا، الله يحفظك، شكرا شكرا شكرا. حسب الدنيا واقفه في وجهي، فنوضي قلبي على نفسك تلقي الدنيا. قلبوا على راسكم، قلبوا على راسكم، بلاص ما تقلبوا على الدنيا وتقلبوا على الناس قلب على راسك تلقى كل شيء. عارف شكون انت، عارف شنو باغي توصل، عارف شنو باغي دير، غتلقى بزاف ديال الحوايج. ما كرهتش نسمعوك حتى انت تحكي قصتك ان شاء الله يا رب. انا من زاكورة، تحيه ليك هبه. السلام عليكم، محتاج لدعواتكم، راني كندوز من اسوأ. سي الله يفتح عليك، سي الله يفرجها عليك عواطف. انا في السويد، راه كاينين الناس الجاليه معنا في السويد، صيفط لنا ميساج في هاد لاباج ديال بدر الهلالي وغادي ندخلك الجروب فيه الناس ديال الجاليه وفيهم السويد. تبارك الله عليك خويا بدر، اول مره نهضر في اللايف وغنكون مشاو لي كومونتير، مشاو لي كومونتير، ما كتهضر لي كومونتير، ديزولي هربوا لي بزاف، تنعتذر اللي ما ذكرش الكومونتير ديالي حيت فجأة نطلع. اوكي ديو معايا بالدرية، الله يعطيك الدرية الصالحة يا رب. انا عندي 15 عام غنبقى نتبعك، ما تنساش اخي شارك معكم ان شاء الله. شكرا بطل، الله يحفظك، شكرا لك، امين، مديها في قرايتك، امين كذلك. تحيه الناس الدريبات، راه كاين عندنا جروب دريبات، صيفطوا لنا ميساج في الجروب باش ندخلكم الجروب دريبات. الله يشافي لك الوالدة، الوالدة تحيه لي والوالدة كذلك، الله يشافيها يا رب ويعافيها ويخليها عندنا تشوف ولاد وليداتنا ان شاء الله. تحيه من ازلار، عندنا الجروب ديال ازلار، انا من السعودية، كاين الجروب ديال جالية السعودية، صيفط لنا ميساج.
بدر الجالية فين نلقاها؟ والله ما كرهت نكون معكم. أنا ألمانيا، صيفط لي ميساج هنا في هذا لاباج ديال بدر الهلالي وغندخلوك في جروب في الماسنجر غتهضري معاهم. تحية لك من برشلونة، راه كاين جروب ديال الجالية فيه ناس من إسبانيا من ألمانيا من جميع الدول. اسمعي من رشيدية، اسمعي صيفطنا ميساج، أنا من جدة كاين جروب ديال وجدة، صيفطوا لنا شوف ميساج في هذا لاباج هذه ديال بدر الهلالي. صيفط لي الا كنتي من الجاليه خارج المغرب كتب لي غير انا من الجاليه، ماشي بالضروره تكتب لي ماشي بالضروره تكتب الدوله ديالك ولا بغيتي تكتبها كتبها. غيصيفط لك واحد اللين ديال واحد الفيسبوك باش يدخلوك معنا الجروب ديال العقول الراقيه، عقلوا عليه غادي يوصلك ميساج اولا غيصيفطوا لك تصيفط لنا ميساج. المهم راه غيجاوبوك لي زادمين، صيفط لهم دابا ميساج راه غيجاوبوك دابا دابا دابا، صيفط لهم دابا غيدخلوك للجروب في غير الناس مدينتك. كلشي في طنجه كاين الجروب ديال طنجه، كلشي في اكادير عندنا اكادير تطوان مع جميع المدن كاين جروب ديال الجاليه اللي شكرا لهم حاليا راه تيتفقوا باش انهم غادي انوريكم بعدا بلاشي واقيلا ما اللي ما حضرش معنا البارح تسنى واحد دقيقه واحد دقيقه الله يجزيكم بالخير. يا الله سمحنا واحد دقيقه الجروب ديال الجاليه نبغيكم تجمعوا تشاركوا وتساهموا في هذا الخير هذا باش انكم تعاونوا هاد هاد الناس هادو. عفاكم اللي تعيط راه يقدر تبن ديالو واحد دقيقة. شوفوا السيدة فرنجة هانتوما شوف شنو تيطيح عليها مسكينة ديال شوف الماء كيطيح عليها الاخوان من السطح من الضاله. جوج عائلات هكا وحده عندها اليتامه يلا لابسه البيض تسمعوا الشك تطيح عليها الاخوان. عفاك اللي تيتصل راه غتقدر تبان النمره ديالك غيولي المغرب كامل مصوني عليك. شوف السقف الاخوان كي تيطيح عليها شوفوا الدار هذيك هنا وحده في حاله في الدار البيضاء وكذلك كذلك في 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 في, في مراكش عفوا. اوكي الدار من برا باش نحاول نزيد لكم في السوشيال الدار كاين شقوقه كامله شنو راه تريب عليها. فنتمنى من الناس ديال الجاليه كذلك انهم هما اللي باغيين يتكلفوا بهذه يتكلفوا بهذه العائله. فنتمنى منكم كاملين تشاركوا معاهم تعاونوهم. فاحنا في المغرب تنعاونوا ويد وحده ما غتصفقش، يد وحده ما تتصفقش الاخوان، محتاجين لبعضياتنا. انا راه ما عنديش واحد العصا السحريه، انا مجرد جامعة كنت وجامعة هذا وجامعة هذا باش كنا نديروا الخير. انا ما بغيت نترشح في انتخابات، ما بغيت نتابعي من شي حزب، ما بغيت حتى شي جمعيه، انا باغي نديروا هذا الشيء لوجه الله بدون مقابل. اللي بغى مرحبا، ما بغينا لا اهداف سياسيه لا انتخابات لا والو، بغينا كل واحد يدير شي حاجه بيده. فوالا الا كانوا ناس يتلاقاو باش انهم يتلاقاو بنات ودراري ومشوا لي بواط، لا انا بغيت نقول لهم غنتلاقى انا وانت وغادي نديروا الاجر وغنضحكوا وغنعاونوا وغنتمتوا بان هذه البلاد هذه فيها رجال وفيها بنات الناس وولاد الناس نفسهم حاره وما تيرضاوش بالذل. اللي بغى يدخل يصيفط لنا ميساج الله يجزيكم بالخير. اللي بغى يدخل في جميع المدن يصيفط لنا ميساج دابا في هاد لاباج بدر الهلالي مني غنسالي اللايف يصيفط لنا هنا صيفط لنا ميساج هنا الله يجازيك بخير. صيفط لي دابا ميساج كنتي من الجاليه صيفط لي ميساج في لاباج ماشي في كومونتير هنا في اللايف في ميساج بدر الهلالي. شكرا لكم، شكرا حلا حسن الاستماع، شكرا الامهات، شكرا الاباء، شكرا لكم ثم شكرا. معدنا غدا ان شاء الله باذن الله على الساعه 11:30 بتوقيت المغرب. ما بقى لي لا نودعكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.